كل متتابعي القناة الإخبارية الثالثة، نرحب بكم في هذا العدد الجديد من برنامج هذا الصباح. وعلى مدار 3 ساعات سنناقش انطلاق الطبعة الرابعة للقوافل الطبية التطوعية إلى المناطق النائية والمعزولة. هذه القوافل تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية، كما سنقف عند حملة معا للاستعمال الواعي للشاشات حماية لأطفالنا من الاستخدام المفرط للشاشات الإلكترونية. سيكون لنا حديث في فقرة ضيف الصباح عن استراتيجية سونالغاز على المدى المتوسط والبعيد كما سنتطرق في ملفاتنا لهذا الصباح إلى دور البلدية في التنمية المحلية وكيف يمكن تقريبها أكثر للمواطن. وفي سياق آخر سيكون لنا حديث ونقاش حول دور الجامعة في الدفع بالتنمية والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى فقرات إخبارية ورياضية. كل هذا تتابعونه مشاهدينا الكرام بعد هذه الورقة الجوية من تقديم الزميل كريم مرزوق. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. تحية صباحية مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. درجات حرارة خلال نهار اليوم إن شاء الله سترتفع تقريبا على كافة المناطق الشمالية، ستفوق المعدل الفصلي. أما عن حال السماء، ضمن تيارات غربية جنوبية غربية، سحب من النوع العالي ستنتشر تقريبا على جل المناطق الشمالية، على السواحل وكذلك المرتفعات والهضاب. هبوب رياح قوية بإمكانها أن تصل إلى غاية 50 كيلومتر في الساعة على السواحل الوسطى والسواحل الشرقية، حتى على المرتفعات الداخلية والهضاب العليا الغربية. ستعمل على تطاير لحبيبات الرمال وتبقى عالقة في السماء. أجواء مغشاة كذلك على مناطق الجنوب الغربي حتى على الصحراء الوسطى ومناطق الجنوب الشرقي. سجلنا درجات حرارة فاقت المعدل الشهري خلال هذه الصبيحة على المناطق الساحلية، مقاييس ما بين 13 لغاية 15 درجة، 7 درجات على بشار، 12 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال الظهيرة إن شاء الله درجات الحرارة القصوى ستفوق المعدل الشهري، إذا تصل لغاية 28 درجة على تلمسان، 25 درجة على العاصمة، نفس المقياس على الصحراء الوسطى، 31 درجة على أقصى الجنوب. أما البحر خلال نهار اليوم سيبقى قليل اضطراب على السواحل الشرقية، مضطرب على السواحل الغربية، كثير الاضطراب على السواحل الوسطى، رياح ستشتد تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة. أمطار رعدية ستتهاطل خلال نهار اليوم إن شاء الله على كل من كينشاسا كذلك لوزاكا مع 25 درجة، أجواء صحوة على بونغي كذلك أبوجا مع 34 درجة. حول الطقس على بعض أقول على مدينة بواكي خلال نهار اليوم إن شاء الله فالأجواء تبقى مشمسة، درجات الحرارة القصوى تصل إلى 35 درجة، درجات الحرارة الدنيا خلال هذه الصبيحة لن تتعدى 18 درجة، أما الرطوبة تصل إلى 36%. غروب الشمس لنهار اليوم على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 5:57. يومكم سعيد والسلام عليكم. قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. تحية مجددة لكل من التحق بنا اللحظة، ونستهل أولى فقرتنا لهذا الصباح بانطلاق الطبعة الرابعة للقوافل الطبية التطوعية للمناطق المعزولة والمناطق النائية في الهضاب والجنوب الكبير. هذه القوافل التطوعية
الطبية أقول جاءت تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية. للحديث أكثر وتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع وهذه القوافل، نسعد باستضافة الأستاذ عادل غانا، رئيس الشبكة الجزائرية للشباب تواصل تنمية وتطور. صباح الخير سيدي. صباح الخير سيدتي، شكرا لكم على الاستضافة وشكرا للتلفزيون الجزائري على مرافقة هذه البرامج التطوعية والتضامنية محليا ومركزيا وعلى المستوى الوطني كمان. نعم، سعداء أيضا باستضافتك في هذا الفضاء الإخباري الخدماتي. في البداية لو نتحدث عن هذه القوافل الطبية. بطبيعة الحال كما ذكرتي في المقدمة، هذه القوافل الطبية التطوعية التي تنظمها الشبكة الجزائرية للشباب، واللي هي منظمة وجمعية وطنية تنظم للطبعة الرابعة هذه السنة تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية، وبالتنسيق دائم مع وزارة الصحة ومصالحها المركزية والمحلية. الهدف أو الوجهة لهذه القوافل الطبية التطوعية هي المناطق النائية والمناطق المعزولة والقرى والمداشر والبدو والرحل في الهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير وأقصى الصحراء بطبيعة الحال. فالهدف الأساسي منها هو زيادة أو توسيع التكفل الصحي نحو هذه الفئات، ربما اللي نظرا لشساعة الجزائر اللي هي 2.81 مليون كيلومتر مربع و58 ولاية، فالكثير من المناطق ربما اللي تكون نائية بعيدة عن المستشفيات المركزية في 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 مقرات الولايات أو في الدوائر الكبرى. لذلك تأتي هذه القافلة خلينا نقول ترافق المجهود الذي تقوم به وزارة الصحة ومصالحها من أجل تحقيق النظرة أو الرؤية التشاركية أو المقاربة التشاركية التي يدعو لها دائما السيد رئيس الجمهورية من خلال يعني توحيد جهود المؤسسات العمومية والمجتمع المدني والشباب ككل في إطار هدف واحد، وهو تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التنمية والازدهار لبلدنا. وهذه القوافل الطبية التطوعية كما ذكرتي التي يتقدمها يعني عشرات الأطباء. نعم. والممرضين والموجهين والمؤطرين يعني والشباب المتطوع تعمل يعني جنبا إلى جنب مع مصالح وزارة الصحة محليا وكذلك مع الجمعيات المحلية المتواجدة في هذه القرى واللجان الأحياء وأعيان المناطق النائية هذه، من أجل يعني معرفة الحالات الاجتماعية التي تحتاج إلى مثل هذه التكفلات المجانية، من أجل يعني التكفل بالحالات ربما المستعصية. نعم. التي ربما يعني صاحبها أو المريض أو المصاب بها ربما فقد الأمل، ولا خلينا نقول ربما أي يأس من ربما أنه يعالج نفسه، ولا فالقافلة تأتي إلى عقر داره وإلى مقر سكنه من أجل يعني المرافقة الصحية. نعم، إذن هذه الطبعة الرابعة ربما ستنطلق غدا. نعم، إذا كان هناك يعني ثلاث طبعات سابقة. يعني قبل الحديث عن الطبعة الرابعة، لو نتحدث يعني عن الحصيلة المسجلة للطبعات السابقة. بطبيعة الحال فهذه كما ذكرت هي الطبعة الرابعة. سبقتها ثلاث طبعات قبلها، طبعا دائما برعاية السيد رئيس الجمهورية اللي هو وراه راعي هذه القوافل الطبية وراعي. نعم. نعم، وراعي كل المبادرات التضامنية وبالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئات الرسمية والسلطات المحلية. لأنه مجهود كبير فيعني تضافر جميع الفاعلين في هذا المجال. فكانت الطبعة الأولى يعني في سنة 2020، الطبعة الثانية 2021، والطبعة الثالثة في سنة 2022. ربما مميز هذه الطبعات الثلاث أنها كانت ربما في فترة حرجة، فترة الكوفيد، في تلك الفترة يعني ربما حتى المواطن ولا الإنسان كان يهرب من باباه ويهرب من خوه مخافة الكوفيد، مخافة انتشار العدوى. ما كانش عندنا يعني معلومات كبيرة عن طريقة يعني معالجة هذا الوباء وهذا الداء. ففي تلك المرحلة أطلقنا هذه المبادرة يعني على أمل ربما نلقى استجابة من الأطباء، وفعلا يعني تفاجئنا أنه الكثير من الأطباء كانوا مستعدين أنهم يتطوعوا في هذه الفترة ويروحوا للولايات ويروحوا يعني المناطق النائية من أجل التكفل. فالطبعة الأولى والطبعة الثانية والطبعة الثالثة حققت ما يقارب تقريب 41 ألف تكفل يعني ولا كشف صحي، بالإضافة إلى 4030 عملية جراحية، بعض العمليات منها معقدة استدعت يعني نقل ربما المرضى إلى مستشفيات جامعية يعني في المدن الكبرى.
الكبرى، وكذلك تقريب حوالي 300 وأكثر من 300 عملية تكوينية ورشات تكوينية للسلك الطبي المحلي. لذلك فهذه الطبعات أو هذه القوافل الطبية هي عبارة عن فضاء متكامل. خلينا نتكلم على ربما تؤسس إلى حالة من التطوع الغير مسبوق لدى الأطباء، لدى الجمعيات المحلية، لأنه نادرا، يعني ما نقولش نادرا، ولكن ربما تؤسس لعمل تطوعي جديد، لأنه في العادة ربما سلك الكوادر الطبية والشبه الطبية ما عندهمش الوقت أنه يروح يتطوع ويبذل يعني مجهود في المجتمع المدني، ولكن يعني من خلال هذه القوافل زادت نسبة التطوع في أسلاك الطبية والشبه الطبية، وأسست إلى حالة من ربما خلينا نقوله من التضامن والتطوع المشترك بين كل الفاعلين من أجل تحقيق هدف هذه القوافل. ما يميز هذه القوافل طبعا في طبعاتها الثلاث طبعا أنها كانت ربما تشمل جانب الكشف الصحي أو الكشف الطبي للساكنة في المناطق المحلية، إذا استدعت الضرورة بعض الحالات أنها تنقل إلى المستشفى وإن كان يعني لبلوك تنقل من أجل يعني عملية جراحية، يكونوا معنا أطباء جراحين في كل الاختصاصات. ثم يتم التكفل بالأدوية، لأنه هذه القافلة تشمل كل يعني وصف الدواء وحتى تقديم الدواء والتحاليل الطبية للمريض، ثم بعد ذلك بالمرافقة معها، يعني حتى هناك صيادلة معكم في القافلة؟ طبعا طبعا فيه صيادلة معنا، وسنأتي إلى يعني جديد طبعا الرابعة في هذا المجال. ثم هناك جانب تكويني كنا نمشي به في الطبعات الثلاث، وهو أنه كانوا يعني من بين الكوادر اللي كانت تهبط معنا دي بروفيسور يعني في مستشفيات جامعية، ويعني مدرسين في مستشفيات جامعية، فكانوا يرافقونا من أجل تقديم دورات تكوينية للسلك الطبي المحلي في المناطق النائية، من أجل يعني تحسين مستواهم، يعني إعطائهم ربما المستجد في المجالات الطبية يعني في اختصاصاتهم. فكانت يعني عبارة عن خلينا نقول يعني فضاء متكامل، فيه التكوين، فيه التطوع، فيه الجانب الطبي، فيه الجانب يعني الاستشفائي، تقديم الأدوية، وحتى بعض المبادرات التضامنية والتحسيسية التوعوية للمرضى ولأهالي المرضى، يعني كيفية التعامل ربما مع المريض اللي عنده ربما داء مزمن، كيفية يعني رفع معنوياته وغيرها من يعني الجلسات يعني المرافقة لهذه القافلة. نعم، يعني لما تحدثت عن الطبعات السابقة، ربما يعني ما هي أكثر الحالات الاستشفائية الطبية التي يعني عالجتموها؟ طبعا شوفي، جزائرنا الله يبارك واسعة ومتسعة، فيها كل المناخات وفيها كل الأجواء وفيها كل خلينا نقول كل الظروف، فتختلف الأمراض من منطقة إلى منطقة. يعني في العادة مناطق الصحراوية تنتشر فيها يعني كثيرا ربما أمراض العيون، أمراض ربما الكلى والمسالك البولية، أمراض تنفسية في بعض الأحيان، بعض التشوهات في المناطق مثلا الصحراوية، وإن كانت التجارب النووية فهناك بعض التشوهات يعني اللي ما زالت إلى غاية الآن. فكل منطقة وحالاتها والاختصاصات اللي موجودة فيها والأمراض اللي موجودة فيها، احنا كيفاش نعملوا في هذه الظروف؟ احنا هذا هو الأساس، يعني التنسيق مع وزارة الصحة ومصالحها المحلية، يعني ننسق مع مديرية الصحة في الولاية المعينة، مثلا قال ولاية أدرار أو ولاية غردايا، نتصلوا بالمديرية الصحة، نديروا معهم جلسة عمل، ما هي الاختصاصات اللي راهي، يعني يكون فيه برنامج، اكيد يكون فيه برنامج، قال مثلا ما هي الاختصاصات اللي راهي ناقصه في الولايه هذه ولا في المنطقه هذه، احنا ربما نقدروا يعني نجيبوا الاختصاصات هذه في القافله القادمه. فهو المدير الصحه بالتنسيق مع المستشفيات اللي موجوده عنده والمصالح تاعو يشوف الاختصاصات، قال مثلا طب النساء، جراحه الاطفال، المسالك يعني امراض الكلى وغيرها. فاحنا نعملوا يعني في قاعده البيانات التي تمتلكها الشبكه اللي تمتلك الان تقريبا حوالي 400 طبيب متطوع، طبيب وطبيب جراح متطوع، نحطوا الاعلان ولا نديروا لانونس باللي فوالا يعني من تاريخ كذا الى تاريخ كذا في الولايه الفلانيه رانا محتاجين اطباء في هذا المجال، اطباء ولا جراحين متطوعين في هذا المجال، من يريد المشاركه ولا من يستطيع المشاركه معنا والتطوع في هذه الفتره. فتبدا تجي يعني المشاركات من بعض الاطباء والجراحين والصيادله وغيرهم. نعم، هذا فيما يخص يعني الطبعات الماضيه، الطبعات الأولى، الثانية، الثالثة. ماذا عن جديد هذه الطبعة، الطبعة الرابعة؟ طبعا الطبعة الرابعة اللي بطبيعة الحال يعني راح تنطلق يوم غدا إن شاء الله من مقر وزارة الصحة.
برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية وبالتنسيق الكامل ومرافقة وزارة الصحة راح يعني تواصل في النجاحات المحققة في الطبعات السابقة من خلال يعني مواصلة عملية الكشف الطبي والعمليات الجراحية والعمليات التكوينية، نعم. وكذلك يعني تقديم المساعدات، تقديم الأدوية لكل يعني المناطق هذه النائية الساكنة في المناطق النائية وبالخصوص يعني البدو الرحل. هذه الطبعة راح تستهدف ربما مناطق بعيدة جدا، خلينا نتكلم على مناطق حدودية. من بين المناطق المستهدفة برج باجي مختار، تيمياوين، عين ميناس، الدبداب، يعني رقان، بعض المناطق يعني اللي ربما خلينا نقول معزولة جدا، نعم. يعني في خط الحدود، فهذه القافلة تستهدف الوصول لها. طبيعة الحال يعني ما يميز هذه الطبعة الرابعة هو إطلاق منصة إلكترونية للتطوع. هذه المنصة الإلكترونية التي سنعلن عن انطلاقها غدا، يعني اليوم التلفزيون الجزائري أنا نعلن عليها قبل الانطلاق، راح تكون عبارة عن منصة في موقع الشبكة الجزائرية للشباب، نعم. تضم 4 نوافذ أساسية. لما يدخل الزائر للمنصة راح يجد 4 نوافذ. أنا مريض، لما يكون إنسان مريض ومعناها ما عندوش ربما حالته الاجتماعية ما تسمحلوش ولا يحوس على يحتاج للعلاج، اختصاص نعم. معين أو يعني دواء معين، يدخل يعمر الاستمارة نتاعه وقال أنا محتاج مثلا تكفل طبي في هذا المجال، ولا نحتاج طبيب في هذا الاختصاص، ولا نحتاج دواء في هذا المجال ولا في هذا الدواء مثلا. النافذة الثانية هي أنا طبيب، فالأطباء المتطوعين ولا الأطباء اللي حابين يشاركوا معنا في هذه القوافل ولا خارج القوافل، لأن المنصة الهدف تاعها هو أنه يتواصل هذا العمل وهذه السلسلة ما بعد القوافل، فيدخل الطبيب كذلك ويعمر لنا الاستمارة هذه، كذلك من نافذة أنا فارماسي أو أنا صيدلي كذلك يعمر العنوان تاعه والمكان اللي يقدر يتوفر فيه هو، وكذلك نافذة أخرى للمتطوعين من يريد المرافقة لبعض الحالات الاجتماعية على مستوى المناطق النائية، مساعدة في التنظيم وغيرها، يمكن أنه يملأ الاستمارة الرابعة، نعم. وبعد ذلك يقوم فريق العمل يعني بتصفية هذه الاستمارات والتأكد من أهاليها عبر الاتصال، تأكد يعني من الطبيب، تأكد من الفارماسي، تأكد من المريض كذلك. طبعا هذه بالتنسيق مع وزارة الصحة لأنه هم اللي عندهم الأطباء يعني يعني المعتمدين واللي راهم يعني فعلا في المجال. في المجال، نعم. كذلك بالنسبة للصيدليين وبالنسبة للمرضى كذلك نتأكد من حالاتهم الاجتماعية وحالتهم يعني اللي محتاجة فعلا يعني تكفل في هذا المجال، نعم. ثم نقوم بعد ذلك بعملية الربط، يعني نصنع ربطة همزة الوصل بين هذه المكونات الأربعة من أجل يعني تقريب الطبيب من ذلك المريض ربما في منطقة نائية، أو نشوف شكون هو المريض أو الطبيب القريب ليه، الفارماسي القريب ليه، ثم نعمل همزة الوصل. هذه خارج مجال يعني القوافل. خلال القوافل احنا سنتكفل، يعني لما عندنا قاعدة البيانات فيها المرضى في هذه المنطقة ندو هذوك الاختصاصات للمنطقة هذه. كذلك راح تكون فيه جديد في الطبعة هذه، في الطبعة الرابعة تكون فيه عيادة متنقلة اسمها طريق الوقاية، يعني بالتنسيق مع وزارة الصحة، مجهزة بأحدث يعني الأجهزة الطبية، خلينا نتكلم فيها مخبر يعني متنقل، نعم. يعني مخبر متنقل فيها طب العيون، فيها داء السكري، وكذلك فيها يعني التشخيص على مرض القلب، قلب. نعم. فهذه العيادة المتنقلة راح تتنقل حتى يعني يمكنها العمل في كل الظروف في مناطق نائية جدا، ما يجعلها يعني على شبه، بالإضافة إلى مكونات القافلة ككل، تشكل يعني خلينا نقول مستشفى ميداني متنقل يمكنه العمل في كل المناطق وفي كل الظروف. بالإضافة إلى ذلك يعني طبعا هذه سنستمر في مجال التكوين الكوادر الطبية وشبه الطبية المحلية من خلال يعني ما يستجد في اختصاصاتهم الطبية والجراحية. نعم، جميل. كنت قد تحدثت عن المناطق المستهدفة، يعني هل هناك خارطة يعني أو خطة يعني لمناطق معينة يعني ستستهدفونها؟ بطبيعة الحال يعني هذه الطبعة الرابعة ستستهدف 17 ولاية من بين الولايات اللي موجودة في الهضاب العليا والجنوب وأقصى الجنوب، يعني الصحراء الكبرى الجزائرية، نعم. فالولايات 17 هذو
راح يكون فيه تواريخ محددة بطبيعة الحال بالتنسيق مع وزارة الصحة، وكذلك بالتنسيق مع المصالح السلطات المحلية من خلال يعني معرفة المناطق التي يمكن استهدافها يعني النائية في الولايات، البدو الرحل أين يتواجدون وغيرها يعني من هذه اللذك، لكي يعني يكون فيه يعني تنظيم في مجال اللوجستيكي، لأنه قافلة مثل هذه تحتاج الكثير يعني من المجهود اللوجستيكي. نعم. والمبيت الأطباء وتنقلاتهم ويعني إطعامهم وإقامتهم وغيرها يعني من التفاصيل، ليعمل عليها فريق يعني دائم متواصل ليل نهار من أجل يعني تحضير القوافل هذه، لأنها تأتي ولاية بعد ولاية. يعني غدا مثلا لما يكون الانطلاق انطلاق راح تتوجه العيادة المتنقلة مباشرة إلى ولاية المسيلة، دائرة بلدية ولا الدراج، يعني منطقة يعني المسيلة هي أول نقطة، أول نقطة تتوجه لها القافلة، وبعد ذلك يعني الولاية اللي مراها راح تكون يعني ولاية أدرار، ثم ولاية تمراس، ثم ولاية إليزي، ثم برج باجي مختار، ثم غردايا. بين الولاية والولاية راح نخلو يومين ثلاث أيام، يعني قدر ما يعني ربما يتم التحضير للولاية القادمة. وطبعا الكوادر الطبية اللي تروح الولاية ليس شرطا أن تكون هي نفسها، لأنه عندنا احنا قاعدة بيانات وعلى حسب الاختصاصات في كل ولاية، كل ولاية وعندها يعني الاحتياجات تاعها الطبية والشبه الطبية. على هذا الأساس يعني المجهود هذا الضخم وهذا المجهود الكبير يعني كان لزاما علينا أنه يعني نتقدم بالشكر يعني والعرفان للأطباء المتطوعين هذو، اللي يبذلوا يعني جهدهم يعني طيلة اليوم من أجل التكفل ببعض الحالات حتى المعقدة. كذلك الشكر لكل الهيئات والمؤسسات المواطنة والمجمعات المواطنة المرافقة لهذه القافلة والتي تدعمها وترافقها، كذلك الشكر لمصالح وزارة الصحة مركزيا ومحليا، فيعني الشكر لكل مكونات هذه القافلة التي جعلتها تخرج بهذه الطبعة الجميلة وبهذا يعني الإنجاز الكبير إن شاء الله اللي نتمناه كذلك يتواصل في الطبعة الرابعة. نعم، من كل هذا يعني الحديث عن هذه القوافل والخدمات، ما هي ربما أبرز الخدمات التي تركزون على توفيرها خاصة في المناطق النائية والمعزولة؟ طبعا بطبيعة الحال هي الهدف الأساسي هو التكفل الطبي وشبه الطبي يعني بالمرضى، بعض الحالات المستعصية يعني خلينا نقول بعض الحالات الاجتماعية اللي ما تسمحلوش حالته الاجتماعية أنه يروح يدير عملية في البريفي ولا باش يروح للمستشفى، يعني هناك تدخلات جراحيه اكيد. يعني اكيد احنا يعني في الطبعات الثلاثه السابقه وصلنا ل 4030 يعني عمليه جراحيه، ف ولا حتى ربما المستشفيات القريبه من هذاك المريض ما عندهاش ربما الاختصاصات هذيك، ما يمكنلوش كذلك انه يتنقل للجزائر العاصمه او عنابه او وهران للمستشفى الكبير وين يقدر يقوم بالعمليه. فنحن نوفر هذه المستلزمات على مستوى مستشفيات الأساسية في تلك المنطقة، ونقوم له يعني من خلال الأطباء الجراحين يقوموا له بالعملية الجراحية. كذلك فيه مساعدات يعني طبية للمستشفيات اللي تحتاج ربما بعض المرافقة في هذا المجال، كذلك مساعدات تضامنية للساكنة هناك، يعني لما تروح أنت تعالج ولا ندو مثلا هذه القافلة من أجل يعني نستهدفوا مجال طبي وصحي، نلقاو بعض الحالات يعني في الجزائر العميقة اللي محتاجة أكثر من الطب والدواء، ربما مساعدات تضامنية، ألبسة، أغذية، فتكون كذلك فرصة لهذه القافلة أنها ترافق هذه العائلات وهذه الساكنة من أجل أنها يعني تستفيد في من هذه القافلة ككل. نعم، بما أنك تتحدث عن المرافقة نتحدث أيضا على من يرافق القوافل الطبية التطوعية خاصة الفاعلين في المجتمع والمجتمع المدني. بطبيعة الحال فيعني كما ذكرت لك يعني هذه القوافل هي برعاية كريمة من رئيس الجمهورية اللي هو يعطي الضوء الأخضر لكل المبادرات التطوعية والتضامنية في كل ما في كل الولايات، وبالأخص يعني دائما يولي يعني أولوية يعني للولايات الجنوبية والحدودية. نعم. المناطق النائية والمناطق النائية والمناطق المعزولة. نعم. فهذه هي تدخل في صلب يعني استراتيجية سيد رئيس الجمهورية في هذا المجال من أجل تحسين الإطار المعيشي لساكنة هذه المناطق، كذلك مرافقة وزارة الصحة وهيئاتها المركزية والمحلية، وكذلك الهيئات العمومية والخاصة المرافقة يعني المواطنة التي تدعم هذه القوافل كذلك من خلال الكثير من المؤسسات، يعني لا يسعنا المجال لذكرها، التي يعني تدعم هذه القوافل، وكذلك من خلال المجتمع المدني المحلي. لما احنا يعني احنا جمعية وطنية رانا متواجدين فعلا في بعض الولايات اللي هي 38 ولاية، ولكن لما نهبطوا بعض المناطق النائية وبعض الولايات ولا بعض المداشر والقرى نحتاج يعني أهل هذه المنطقة، نحتاج جمعية محلية والجمعية المحلية لتلك المنطقة.
نحتاج أعيان تلك المنطقة اللي يعرفوا المنطقة جيدا ويعرفوا يعني سكانها جيدا ويعرفوا الحالات الاجتماعية جيدا، يكون هناك تنسيق بيننا وبين هذه الهيئات المحلية من أجل يعني معرفة الحالات الاجتماعية، من كذلك من أجل يعني خلينا نقول الإعلان ولا يعني باش الناس تسمع باللي كاينة قافلة طبية جاية للمنطقة تاعنا، فتمشي المعلومة عند السكان المحليين. وبالإضافة إلى ذلك ما ننساوش الدور الهام والكبير لوسائل الإعلام، التلفزيون الجزائري وغيره، وكذلك للإذاعات المحلية اللي هي في العادة يعني هي الوسيلة الوحيدة أو الوسيلة الأولى اللي يستمع عليها الإنسان في البادية ولا الإنسان في المناطق النائية، يستمع الإذاعة المحلية. فكذلك يكون عندنا دائما يعني إعلانات ومشاركات في الإذاعات المحلية في كل الولايات اللي نزورها، بالإضافة إلى ذلك يعني مواقع التواصل الاجتماعي اللي نعلو عليها على الولايات القادمة، مثلا كل ولاية نعلوها مسبقا ونخبروا المجتمع المدني في تلك الولاية بأن القوافل الطبية التطوعية برعاية رئيس الجمهورية راهي جاية الولاية هذيك في التاريخ الفلاني، فيستعدوا هما ويوجدوا يعني الساكنين هنا يعني تدخل في إطار التحسيس والتوعية أيضا بطبيعة الحال. يعني هذا هو من بين أهداف الكبرى يعني لهذه القوافل، هي تحسيس وخلينا نقول انخراط المجتمع المدني وانخراط الشباب في العملية التحسيسية والعملية التوعوية وصناعة الفعل، لأنه خلينا نقول درك المجال يعني السلطات العليا في البلاد على رأسها السيد رئيس الجمهورية فتحت المجال للشباب، فتحت المجال للمجتمع المدني، ولاحظنا يعني الكثير من الهيئات في هذا المجال اللي تأسست، فيعني الفرصة الآن للشباب والمجتمع المدني من أجل الانخراط في الحركية هذه وفي عجلة صناعة الفعل والتنمية والتطوع من خلال كل المجالات، يعني كل واحد في مجاله وكل واحد في الفضاء اللي يقدر يقدم فيه. يعني الآن المطلوب من الشباب ليس مجرد الأفكار، يعني على أهمية الأفكار، ولكن المطلوب اليوم هو العمل الميداني، هو الإنجاز، هو تحقيق يعني المنجزات، هو تحقيق النهضة، تحقيق النهضة المرجوة، تحقيق يعني الإنجازات الحقيقية لبلادنا من أجل يعني الوصول إلى مصاف البلدان الكبرى في أقرب وقت وفق الاستراتيجية الكبرى لرئيس الجمهورية. طيب يعني لما دائما نبقى في الحديث عن المرافقة، تحدثنا عن دور الجمعيات والإضافة التي تقدمها لدعم هذه القوافل الطبية، نتحدث أيضا عن مرافقة الهيئات يعني المحلية، مثلا مديرية الصحة في كل ولاية، المشافي. صحيح يعني هذه تدخل كلها يعني في إطار الهيئات العمومية اللي تابعة لوزارة الصحة. احنا ما يعني في الولايات اول باب نطرقه هو يعني بعد يعني المصالح السلطات المحليه يعني عن طريق السيد رئيس السيد الوالي ثم الى السيد مدير الصحه مباشره، نديروا معه جلسه عمل، نعرف المستشفيات الاحتياجات المستشفيات سواء من الاحتياجات الطبيه او الاحتياجات التخصصات الطبيه والجراحيه اللي تقدر القافله انها تجيبها من خلال يعني هذه المكونات، يكون يعني من قبل انطلاق القافله. طبعا نعم يعني درك فريق العمل تاعنا الان يعني القافله مازال ما انطلقتش. نعم. فريق العمل راح زار ولايتين أساسيتين الأولتين هما أدرار والمسيلة، وعملوا جلسة عمل مع السادة مدراء الصحة وعرفوا المستشفيات المستهدفة والمناطق المستهدفة والاختصاصات الطبية التي يحتاجونها وحتى الوسائل الطبية التي يحتاجونها هناك، لأنه يعني من بين المرافقين يعني في هذه القوافل يعني هناك يعني كما قلت لك يعني أجهزة طبية للمستشفيات، هناك يعني أدوية، هناك مساعدات طبية وغير طبية، فمعرفة هذه الاختصاصات تتم قبل بداية القافلة في تلك الولاية. يعني الآن عندنا ولايتين جاهزتين من ناحية يعني اللوجستيكية، من ناحية الاحتياجات، من ناحية التخصصات، كل شيء راه جاهزين. نعم. والفريق يستمر يعني يزيد يجهز الولايتين التاليتين تمرست وجانات وإليزي وبرج باجي مختار وهكذا، يعني حركية دائمة مستمرة طيلة فترة 4 أشهر من هذه القافلة، لأن القافلة هذه برعاية رئيس الجمهورية تستمر من شهر جانفي إلى غاية 18 ماي 2024، يعني 4 أشهر من العمل المستمر والمتواصل، ويعني هذه الحركية وهذا الفضاء يعني ليخلق نوع من يعني الحركية غير المسبوقة. يعني الأطباء أو الصيادلة المشاركين في هذه القوافل يعني سيبقون طيلة هذه الفترة كما قلت لك، يعني ليس نفس فريق العمل لأنه نعم. فيه يعني يتغير. قاعدة بيانات فيها 400 طبيب. كم يعني عدد المشاركين في هذه الطبعة؟ احنا شوفي عندنا اهداف، احنا حاليا نحصي 400 طبيب وطبيب جراح متطوع في قاعده البيانات، عندنا كذلك 700 يعني بين ممرض وشبه طبي ومؤطر وموجهين نفسانيين كذلك متطوعين، نستهدف الوصول
في الإجمالي يعني بعد 41 ألف تكفل صحي في الطبعة السابقة، نستهدف الوصول إلى 100 تكفل صحي في هذه الطبعة الرابعة، والوصول إلى قاعدة بيانات توصل إلى 2000 طبيب متطوع من خلال يعني المنصة اللي راح نطلقوها، ربما هي اللي راح تزيد في نسبة المتطوعين في هذه القوافل الطبية التطوعية. طيب أيضا يعني تحدثت عن نقطة مهمة تركز عليها هذه القوافل، هي التكوين، عامل التكوين. فعلا فعلا جانب التكوين هو جانب مهم ولا يمكن إغفاله، ليس في المجال الطبي فقط ولكن في كل المجالات، لأنه التكوين هو أساس النهضة وهو أساس التطور. فعلى هذا الأساس يعني الشكر موصول يعني لكل بروفيسور والأساتذة الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين في مختلف التخصصات. يعني لو تعطينا بعض الأمثلة حول يعني التكوينات التي قمتم بها في الطبعات السابقة. نعطيك مثال، الأستاذ البروفيسور خلفي نذكر اسمه، هو الآن راهو ربما يسمعنا، نشكره ومن خلاله كل يعني السلك الطبي وشبه الطبي على المشاركة، يقدم تكوينات في مجال جراحة الأعصاب والمخ، يعني اختصاص صعب شوية جراحة الأعصاب والمخ، فيقدم يعني دورات تكوينية وورشات تكوينية للأطباء والجراحين الاختصاصيين في هذه الاختصاصات في الولايات المعنية، في كل ولاية نروح لها هناك على الأقل يعني فئة من هذا المجال اللي تحتاج يعني تفاصيل وتحتاج يعني الجديد في هذا المجال. وخلينا كذلك نقول أنه ليس فقط في أثناء القافلة في الولاية، فحتى العملية التكوينية كانت مستمرة عن طريق التواصل عن بعد، يعني الفيديو كونفرنس كانت هناك دورات تكوينية مستمرة للأساتذة والاستشفائيين الجامعيين للأسلاك الطبية والشبه الطبية المحلية. ولما نتكلم على الأساتذة هذو المكونين، نتكلم على أساتذة وقامات كبيرة يعني تمتلكها الجزائر في مختلف الاختصاصات. يعني نتكلم على أساتذة جامعيين في اختصاصات يعني لشيف سيرفيس، رؤساء مصالح في مستشفى مصطفى باشا الجامعي، في مستشفى باب الواد، في مستشفى يعني بن عكنون، وفي مستشفى عين طاهية كذلك، يعني في بعض المستشفيات الأخرى في بجاية في وهران أساتذة ودي بروفيسور في المجال اللي يعني عندهم يعني عندهم باع وعندهم يعني قامة يعني تستحق أنها يعني تثمن وأنها تقدم يعني خبرتها وتقدم يعني ما حازته طيلة مسارات تكوينها أنها تقدمه للآخرين. فلهم منا يعني جزيل الشكر مجددا، ولهم منا كل الثناء وكل التحية والتقدير. نعم، تحدثت الآن عن بعض الأمثلة بخصوص التكوينات التي قمتم بها والتربصات للمعنيين بالمناطق النائية في السلك الطبي، ماذا عن مثلا التدخلات التي أو أغرب التدخلات التي يعني كانت للقافلة؟ والله الكثير من الحالات، يعني الكثير من الحالات اللي يصادفها الإنسان تصادفها القافلة في الولايات خصوصا في المناطق النائية. ربما أستذكر حالة، ربما حالة إنسانية مؤثرة نوعا ما في منطقة نائية يعني في ولاية غردية، إحدى المناطق النائية البعيدة عن غردية تقريبا 71 كيلومتر أو 80 كيلومتر. كانت هناك وفي فترة الوباء، خلينا نتكلم يعني في فترة الموجة الثانية للوباء، يعني في الطبعة الثانية، كانت السلطات يعني ككل دول العالم يعني منعت التنقلات بين الولايات، ممنوع السفر، ممنوع الطيران، ممنوع يعني حتى العمليات الجراحية في المستشفيات، يعني كل شيء كان متوقف، الحجر الصحي في المنازل وفقط. كانت مريضة في تلك المنطقة تعاني من ورم داخلي في بطنها، وحالتها الاجتماعية ما تسمح لهاش باش يعني تدير العملية الجراحية عند البريفي، وغالي ثمن، وحتى يعني لو لمت المبلغ حتى الفترة كانت يعني فترة استثنائية حساسة، ما تقدرش تتنقل خارج الولاية تاعها باش تروح دير العملية ولا. فمن يعني من ما أقدار الله سبحانه وتعالى أنه وكانت محتاجة يعني خلينا نقول واحد البلاك هذوك غاليين شوية في الثمن وكانوا غير متوفرين، ويجيبوهم من خارج الوطن. نعم. ويعني ما كانش كيفاش نجيبوهم لأنه الطيران ما كانش، كانت الأمور يعني كانت المريضة يعني فاقدة للأمل، وكانوا يجمعوا لها في الأموال يعملوا لها تبرعات. فمن أقدار الله أنه كان معنا بروفيسور عنده هذيك الصفائح هنا في الجزائر العاصمة، هو من مستشفى عين طاهية على كل حال نذكره بالخير، فأخذها معه في القافلة الطبية المتوجهة إلى ولاية غردية من أجل ربما يعني ربما حالة قد يجدها في طريقه.
ولما وصلنا هناك يعني وصلت القافله، فالبروفيسور جبد يعني ريجيستر دفتر المرضى ولا اللي محتاجين عمليات في المستشفى هذاك، يجبد حتى لقى المريضه هذه انا محتاجه يعني صفائح ومحتاجه عمليه جراحيه مستعجله في هذا المجال وكذا. قال لهم عيطوا لي هذه المريضه، يعني عيطوا لها باستعجال. فلما اتصلوا بها يعني المتطوعون راحوا لها للمنزل عن طريق اهاليها، قالوا لها باللي راهي جات القافله الطبيه وجا البروفيسور اللي راح يدير لك العمليه وراهو جاب لك الصفيحه اللي دير لك العمليه، فراح ديرها هنا يعني في 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 بلادك، ما كان لها تسافري وما كان لها. فتفاجات يعني، ما كانت فقد الامل مباشره يعني من اقصى اليمين الى اقصى يعني من اقصى اليسار الى اقصى اليمين، كانت فقد الامل وراح يعني فقد الحياه. فيجيها البروفيسور حتى لعقر دارها ويدير لها العمليه مجانا وتنجح العمليه، ويعني وكانت يعني حاله من التاثر يعني الكثيره هناك. نعم يعني كثير من الحالات مثل هذه خصوصا في المناطق النائيه. نعم يعني هذه القوافل يعني تعطي بصيص امل للمرضى خاصه في المناطق النائيه والمعزوله. بطبيعه الحال يعني هذه القافله كما قلت هي فضاء، يعني فضاء للامل، فضاء للتطوع، فضاء لتقديم الخير، ليعني لم الشمل، يعني لمواجهه التحديات اللي راها موجوده في بعض المناطق ولتواجهها بلادنا كذلك. فيعني خلينا نقول هذه القافله نحن زراع امل، يعني نزرع الامل، نزرع يعني نحارب الياس، نخلو دائما يعني الايجابيه في نفوس المريض، في نفوس يعني المواطنين، في نفوس الشباب. يعني مازال كاين الخير في بلادنا، ومازال يعني كاين يعني الناس اللي تعاون الخير، حتى ما يقدرش هو يقوم بالعمل الخيري يقدر يعاون من طريقه. وهذا ما لاحظناه يعني في استمرار هذه القافله لطبعتها الرابعه وما حققته يعني من نعم. من حصيله. فدائما نحن نوجه يعني رسالتنا لكل المرضى واهالي المرضى وللشباب وكل يعني الجمعيات المحليه، انه ضروري انه نحافظوا على الامل، نحافظوا على ايجابيتنا، نحافظوا على روحنا من اجل تقديم الخير وتقديم الافضل لهذا الوطن العزيز. لانه الجزائر يعني مهما نقدموا لها ما زالت تسالنا الكثير، تسالنا الكثير، يعني ما نقدموا ما نخلصوش هذا الدين اللي علينا الا يعني بعد ربما ما نستنفذ يعني حياتنا في هذا المجال، في مجال التطوع ومجال تقديم الخير ومجال يعني نعم. خدمة المجتمع. أيضا هنا ربما نتحدث عن ضرورة الالتفاف يعني وأهمية العمل التطوعي خاصة في المجال الصحي. بطبيعة الحال شوفي، التطوع ككل يعني، ورئيس الجمهورية دائما في كل خطاباته يركز يعني دائما على المجال الشبابي، المجال التطوعي، المجال يعني التنموي. فالتطوع خلينا نقول هو أساس نهضة الأمم وأساس بناء المجتمعات. التطوع هو يعني يخرج الجميل ما في الإنسان يقدمه ولا ليقدمه للمجتمع نتاعو. فالعمل التطوعي في المجال الصحي راه يعرف يعني حركية جيدة من خلال يعني الكثير من الأطباء، على الرغم يعني من انشغالاتهم، على الرغم ربما من المهام الموكلة إليهم يعني مهنيا، و يعني التعب والإرهاق اللي يصيب السلك الطبي في هذا المجال، ولكن رغم ذلك أنهم دائما يخصوا جانب للتطوع وجانب ل يعني تقديم الخير للمجتمع وتقديم واجب المساعدة للخير للمجتمع. وما لاحظناه كذلك أنه حتى بعض يعني الأساتذة الجامعيين ورؤساء المصالح في بعض المستشفيات أنهم اصبحوا يوجهوا حتى يعني الاطباء المقيمين يعني ريزيدون تاعهم يوجهوهم للتطوع، من اجل انه اولا انها فرصه للتكوين ويتعلم ويشوف حالات جديده، وكذلك انه يغرس فيه ثقافه التطوع. فيعني هكذا راهي تغرس ثقافه التطوع في المجال الطبي والمجال الصحي في بلادنا، وهي رساله يعني لكل المجتمع، يعني لكل الجمعيات المحليه تحقيق يعني ايضا التكافل الاجتماعي. بالضبط يعني، وهذا هو المطلوب، يعني مطلوب منا انه المجتمع الجزائري يبقى يعني ملتحم، يبقى متضامن، يبقى يعني يد واحدة متكافل. وهي واحدة من أهم يعني الخصال التي يتميز بها المجتمع الجزائري. ربما في آخر نقطة يمكن أن نتحدث عنها هي عن الأهداف المسطرة خلال هذه الطبعة الرابعة للقوافل الطبية التطوعية. طبعا يعني الأهداف اللي سطرناها في هذه الطبعة الرابعة ربما هي أهداف أساسية وأهداف فرعية. الأهداف الأساسية هي يعني توسيع التكفل الصحي ولا الوصول إلى أقصى نقطة في بلادنا من أجل يعني الكشف عن الأمراض المزمنة للساكنة هناك، البدو الرحل، القرى في المداشر في المناطق النائية والمعزولة. نعم. توسيع التكفل الصحي كما قلت، وكذلك زيادة
نسبة التطوع يعني في أوساط الشباب، في أوساط يعني الكوادر الطبية وشبه الطبية، غرس هذه الثقافة يعني في أوساطهم أكثر فأكثر. أما يعني الأهداف الإجرائية ولا الأهداف يعني الفرعية، خلينا نقول أنه يعني بعد ما حققت طبعة الثلاثة السابقة 41 ألف يعني كشف صحي، نأمل الوصول إلى 100 ألف كشف صحي في هذه الطبعة من خلال يعني المناطق المستهدفة، وكذلك العدد المتزايد للقافلة يعني لأفراد القافلة، وكذلك زيادة نسبة المتطوعين للأطباء للوصول إلى تقريب 2000 طبيب متطوع، بعد ما رانا نحصل اليوم 400 طبيب وطبيب جراح متطوع. فهذه هي أهداف لنأمل تحقيقها يعني بمرافقة كل الفاعلين. مجددا أشكرهم جميعا. من خلال يعني الشكر المتجدد للسيد رئيس الجمهورية على رعايته لهذه القوافل التضامنية والتطوعية والطبية لكل مناطق الوطن، وكذلك مرافقة قطاع الصحة وكل يعني مصالحه المركزية والمحلية، مرافقة المؤسسات المواطنة، لها الشكر كذلك على دعم ويعني تشجيع هذه المبادرات، ولكم أيضا يعني تلفزيون عمومي ومن خلالكم يعني كل المؤسسات هي مسؤولية المرافقة الإعلامية اللي تحق يعني ترافقوا هذه المبادرات التضامنية، فكذلك هذا مهم جدا. نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل، موفقون في هذه المهمة النبيلة التطوعية. شكرا لكم على الاستضافة. نعم، إذن مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل بقية فقراتنا لهذا الصباح. في رحلة البحث عن الحقيقة خلف كل خبر، تنغمس في عالم القصص الخبرية بطريقة لم تشهدها من قبل. رحلة تمثيلية بين العوالم الحقيقية والافتراضية لاكتشاف الأحداث بعمق. تحليلات ومقابلات تكشف النقاب عن الجوانب الخفية. تقصي يقدم لكم أفقاً جديداً للفهم. لأنه وبكل بساطة دائماً يوجد المزيد للكشف عنه. تقصي الموسم الثالث مع فاطمة الزهراء عماري. الأحد 55 دقيقة على القناة الثالثة الإخبارية. إلى فقرة أخرى مشاهدينا الكرام، ومعا للاستعمال الواعي للشاشات، هي حملة وطنية تحسيسية لحماية أطفالنا من الاستخدام المفرط للشاشات الإلكترونية، خاصة في ظل وجود كل هذه التقنيات والهواتف الذكية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع نسعد باستضافة السيد ياسين شكشاك، مكلف بالتكوين. مرحبا بك سيدي. شكرا، صباح الخير، شرفنا اليوم نكون معكم كممثل لشركة اتصالات الجزائر ومختص أرطفوني في نفس الوقت. نعم، إذا لو نتحدث عن هذه الحملة. نعم، الحملة هذه تحسيسية، الهدف منها أنه في اتصال الجزائر الشيء الأول اللي نقوموا به هو تقديم خدمة للزبائن. الهدف تاعنا هو أنه الخدمة هذه تكون كما يلزم الحال، يعني نقدر نوصلوا له كل ما هو يعني تكنولوجيا هيتو يعني كما يلزم الحال. وفي هذا الصدد انا كمختص ارطفوني قدمت مشروع هذه الحمله. يعني انت صاحب الفكره والمشروع؟ بدايه نعم. قمنا بالتعاون مع مختصين في المجال ومشرفين عندنا في شركه باش نقدموا
مجموعه من الارشادات والنصائح اللي تخلينا نستعملوا الشاشات بطريقه واعيه ايجابيه باش نخرجوا من المحيط اللي يكون في الحملات اللي نسمعوا فيها على الشاشات، لانه ضرر الشاشات ضرر التكنولوجيا. يعني ما نجموش نكونوا برك الشاشات والتكنولوجيا راهم حتميه في حياتنا. وش هي الحاجه اللي تهمنا؟ انه الاستعمال تاعها يكون عقلاني واعي باش نقدروا يعني نجبدوا الايجابيات منها اكثر من السلبيات. طيب يعني هذه الحمله هي موجهه للاطفال فقط ام موجهه للجميع؟ هي بدايه الفئه المعنيه هي الاطفال، ولكن الحمله تاعنا تمد حتى الفئه العمريه الكبيره، لانه استعمال الشاشات ماهوش مخصص للاطفال برك. كنا معنيين باستعمال الشاشات يعني من الطفل صغير حتى 90 سنه يعني نجم نستعمل الشاشات. دونك لهذا في هذا الصدد قدمنا الحمله اللي هي معا لاستعمال واعي للشاشات، وهو المبدا اللي قامت عليه هذه الحمله هو انه الاستخدام هذا حيكون حسب الفئه العمريه، يعني لكل استخدام لكل عمر استخداماته، لكل فئه عمريه برامج تلفزيونيه اللي يشوفها، وكل عمر عنده مواقع الانترنت اللي يتصفحها. لو يعني نفصل في هذه النقطه، انا بنسمع هذه النقطه يعني كنت نتكلموا على الفئات العمريه. عندنا الفئه الاولى اللي هي حساسه من 0 لـ3 سنوات. هذه الفئه العمريه على حساسه لانه غالبا اللي نعرفوش انا نشوفه في المحيط تاعنا خصوصا في العائله تاعنا ولا في المجتمع عموما، هو انه الطفل احنا طوله شاشات من صغر. يعني انا شفت دي بيبي يعني ده عام ونص ولا شادين التليفون بورتابل ويشوفوا الفيديو ده. هذا شيء انا كاخصائي اورطوفوني يعجبني، وعلاه لانه الطفل من 0 لـ3 سنوات وش يحتاج؟ يحتاج انه يكون عنده منبهات تاع المحيط تاعو خارجيه يتعلم هي الاستطاره الحسيه الحركيه. يحتاج نشاطات، يحتاج جهود. الشاشات في هذه الفئه العمريه حتخليه يعني كما يقول لك بالفرنسيه ستاتيك، يعني راح يحبس قدام الشاشه مش حيكون يتلهب الاستطارات. ولكن هنا يعني ما تقدرش تاثر على علاقته مع العالم الخارجي مثلا الاسره، يعني المحيط اللي يكون عايش فيه. نعم حيكون فيه تاثير. لهذا في الحمله تاعنا في يعني النقطه الاولى هي نقول للاولياء يعني لازم تكون يعني مراقبه مش مراقبه برك طفل صغير 0 لـ3 سنين اكثر من مراقبه، راهي الرعايه. يعني احنا نحفزوه عن طريق اللعب معه، نديروا نشاطات نفسيه حركيه. يعني فيه ايجابيات لطفل يعني من ذو 3 سنوات يعني يكون يستعمل الهواتف او الشاشات الذكيه. قل هي علميا يقول لك قل من 3 سنين ما كاش برنامج ترفيهي ولا اخر لهذه الفئه مازال، بس هو علاه الاحتياجات تاعو مازال ما لحقتش لتماك. من 3 سنين وطلع الاحتياجات حيتبدلوا تاع الطفل. حنايا ننصحوا الاولياء يديروا يقدموا له انشطه ترفيهيه تعليميه ملائمه للعمر تاعو. نحفزوا الاولياء ثاني انهم يشاهدوا معاه البرامج اللي يشوفها، يعني سانتيغاز واش يشوف هذا الولد. نتحدثوا على لو كان يكون صغير معليش 3 4 سنين، يعني طفل صغير تقول له راك تشوف الرسوم المتحركه الفلاني، ونهضروا على الشخصيات والاحداث، ونشوفوا الخيال تاعو ناو لاحق، ونديروا حوار كذا. الطفل حينمي القدرات تاعو اللغويه. نرفعوا تكون الشاشه يعني كان فخان يحبس الولد باش يتطور من حال يطور من نفسه ويطور من القدره تاعو المعرفيه واللغويه. هنا بمشاركه الاولياء والوعي تاعنا حنبدا نوجدوه ثاني المرحله اللي حتكون من بعد. هي المرحله العمريه اللي من 8 سنوات حتى 12 سنه. هنا في هذه المرحله احنا كاولياء حتكون عندنا نظره اخرى. اذا كنا في الرعايه من 0 حتى 8 سنوات وين حنايا حنتحكموا في البرامج واش نقدموا للطفل، من ابتداء من 8 سنين حتى 12 سنه حنبداو نعطوا له مسؤوليه حسب عمره
في في اختيار البرامج. فنعرفوا الميول تاعو واش يحب هذا الطفل. ما هي البرامج يعني المناسبة لهذا الطفل في هذا العمر؟ هي البرامج الترفيهية التعليمية. يعني ما نقدرش نعطي لك اسم تاع البرامج هنا باسكو هذا الشيء يطلب نديرو بحث معمق للكونتون يعني المحتوى تاع هذه البرامج. تعرفوا شنو نجمعوا الأولياء؟ لازم نكونوا حنايا نطالعوا تكون عندنا ثقافة يعني ثقافة إلكترونية يعني رقمية اون كولتور نوميريك كأولياء يعني نعرفوا وشنو هي البرامج المقدمة. كي نقولوا البرامج ماشي في التلفازة برك، أي في التلفازة وعلى الانترنت ثاني ما تنساوش. دونك الأولياء ننصحهم تكون عندهم ثقافة رقمية، ثقافة رقمية نعرف العمر تاع وليدي وش يوادم وشنو هي البرامج اللي يشوفها وشنو هو المحتوى اللي حتطلع عليه باسكو ما كاينش غير البرامج كاين الألعاب ثاني كاين ثاني المواقع تاع التعلم والتدريس هذوك ثاني كاين فيهم ثاني منفعة. يعني هنا واش نعلموا؟ نعطوا المسؤولية يخير بصح ثاني نتكلموا معاه باش نعرفوا الميول تاعو باش نعرفوا وين نوجهوه. تاع 12 سنة مسألة خلاف. حنا ندخلوا في المراهقة ومع السرعة اللي كاينة في التطور دوكا مع البرامج تاع تسكي ابليكاسيون اي تو يعني الاحتياجات تبدلوا ماشي كيما كنا حنا في يا كيلكو زاني. دوك هنايا حنا نعطوا هاد المراهق ولا المراهقة المسؤولية انهم يعرفوا واش راهم يتصفحوا عن طريق يعني التواصل معاهم نفهموهم هاو المحتوى اللي كاين هاو المحتوى اللي ما يليقش هاي المنفعة تاع هذا المحتوى كيف راح يكون وهذوما كامل يكونوا عن طريق اساليب التربية الايجابية اللي هو اللي تركز على تنمية نقولوا تنمية القدرات التواصلية ما بيناتنا احنا كأولياء ولا هما كمراهقين. نعم يعني هنا يعني يجب ايضا الحديث في هذه الحملة عن تأثير هذه الشاشات على صحة الأطفال في مختلف الفئات التي سبق وذكرتها. نعم بالنسبة لهذا الشيء النصائح اللي تقدمها اتصال الجزائر هي قائمة على الإرشادات اللي أعطتها لنا لواماس اللي هي منظمة الصحة العالمية. نعم اللي تقول لأنه في اعمار كبيره مثلا من 0 لـ 3 سنين ما قلتهاش برك هكاك بطريقه يعني ريفليجي نقول لك انه من 0 لـ 3 سنين الطفل ما عندوش برامج الاخر سي الاو ام اس طات توجيهات بانه الطفل في هذه الفئه في هذه الفئه العمريه يعني الاحتياجات تاعو مش تشاشات احتياجات اخرى دوك ثاني كاين اضرار الضوء الازرق اللي تنجم تكون تنتج عليها اشكال على مستوى النظر العين. على العين نعم على اشكال في التركيز هذا علاه سي انه سي الاستعمال المفرط للشاشات بصح اذا كان عندنا استعمال واعي يعني ما راح نكون كيف يكون يعني عندنا استعمال واعي للشاشات استعمال واعي مثلا كان قاعده تسمى بالفرنسيه لي كاتبا اللي هي با دو تيلي لو ماتان pas de télé pendant le repas, pas de télé le soir et pas de télé pendant le flashant تاع les enfants يعني لا للشاشات في صباحا لا للشاشات في اوقات الاكل لا للشاشات قبل النوم ولا للشاشات في غرف الاطفال هذا الشيء مهم جدا لانه تكون الشاشه في يعني كما بما يسمى في الصالون ولا في الشاشات لا نقصد بها فقط يعني الاجهزه المحموله حتى يعني الشاشات التلفاز الشاشات كامل يعني التلفازه اللواحات لي تابلت الهواتف لي تابلت المهم لي تيليفون بورتابل كامل الشاشات اللي نجمو نستعملوها باسكو كيما حنا دوك انا عندنا شاشات تاع باغ اكزومبل حنا نخدموا عندنا الشاشات تاع الكمبيوتر في الخدمه وعندنا التلفزيون وعندنا لي طابلات وعندنا الاخر حنا نصيبوا روحنا هكا دوك الاستعمال الواعي واش حيخليني؟ حيخليني نعرف ننظم وقتي. هنا نعاودوا نقولوا الفئه العمريه كما قلت لك موبيل من درنا من 3 سنوات حضرنا الاخرانيه يعني من 12 سنه ل 18 دوك من 18 سنه لفوق حنا ك يعني راشدين راح تكون الاستعمال تاعنا. هنا حنتكلموا على الادمان ثاني الادمان في الشاشات ما نفيقوش بصح كي يكون عندنا استعمال واعي حيكون عندنا كما الادمان على وسائل الاتصال الاجتماعي لي ريزون سوسيو ايتو يعني كاين ناس تحس معاه واش التليفون ويشوف في الاخر يعني واش حيصرى
الاتصال ما بين تنقص. أصبح يعني التواصل رقمي. يعطيك صح. والتواصل الرقمي مليح بصح كيكون واعي. بصح كيكون واعي بصح إذا كان فيه الفرط يعني ما يكونش يكون بطريقة لا واعية ما كانش الوعي تما راح يكون مشكل. بصح إذا كان فيه الوعي التكنولوجيا ما تكون غير إيجابية لنا إن شاء الله. يعني هنا تحدثت عن تأثير هذه الشاشات على العين، يعني هل فيه فترات مثلا في الليل هم في النهار يعني يكون تأثيرها يعني متفاوت؟ هو بالنسبة لأشعة الضوء الأزرق الضرر تاعها يكون خاصة في الليل. وعلاه في الليل؟ لأنه في الليل أشعة الضوء الأزرق حتمد رسالة المخ انه رانا في النهار، لان اشعه الضوء الازرق كاينه في الطبيعه. نعم. النسبه تاعها قليله. بصح كي نحكم انا التليفون ولا الطابلات ونحطهم قراب العينيه وفي الظلمه في الليل، واش حيدير؟ هذاك الضوء الازرق حيبعث رساله للمخ يقول رانا في النهار، واش حيصرى؟ ما نجمش نرقد. اذا ما رقدتش ما بين 10 تاع الليل و 2 تاع الصباح نجم نقولوا باللي الليله راح مانيش نجم ريكوبيري، ما راح نقدر الرياح، وحيكون عليه اضرار، لانه هذا الشيء هذا حنداوموا عليه، حيكون فيه ادمان. يعني حنداوموا عليه. دوك الانسان حالته النفسيه والمعرفيه يعني القدرات المعرفيه تاعو مع الوقت حتنضر، وخاصه الاطفال، لانه النظر تاعهم حينقص، ومام التركيز تاعهم والفهم تاعهم مع الوقت حيكون فيه اشكال. طيب في كثير من الاحيان انا كاخصائي يجونا اون كونسلتاسيون أطفال يعانيوا من تأخر لغوي. هو بسبب مباشر مش التلفازة، مي الإكسبوزيسيون يعني التعرض المفرط للشاشات هو اللي ما خلاهمش في المرحلة هذيك تاع اللي كانوا لازم يكونوا عارفين المستثيرات اللي طايرة بهم في المحيط تاعهم. ما كانش. يعني كيف نتفاداو مثل هكذا يعني حالات؟ هيا باش نتفاداو هذه الحالات، هي كما كنا نقولوا من الاول، اولا كل شيء تكون عندنا ثقافه علميه، ثقافه رقميه. ثقافه رقميه. نعم. ثقافه رقميه واش تقول؟ تقول انه نعرفوا لكل طفل الاحتياجات تاعو لعمره، لازم نكونوا عارفين احنا كاولياء. طيب واش نقول للاولياء؟ نقول لهم التربيه لا تعلم. بصح في التربيه الانسان يتعلم من نفسه، لازم يعلم نفسه. اذا كنت انا ام ولا والد نهار كامل انا في التليفون. شاهدهم كونيكتور شاهد لا طابلات. فحنطلب من الطفل انه تكون عنده ثقافه واعيه وما يكونش دائما مدمن ثاني في التليفون. دوك قبل ما نشوف الادمان ولا نتخطى الادمان عند الاولاد تاعي لازم انا نكون مثال. صحيح. هذا هو دوك النصيحه الثانيه، هذه هي لازم نكون انا مثال للطفل تاعي. النقطه الثالثه هو نكون فيه اسلوب تحاور. التحاور وعلاه مليح باسكو بح نعرف الاحتياجات تاع الطفل. احتياجات تاع الطفل ماهوش حينجم بالك يوصفها لي يفهمها لي خصوصا يكون صغير. بصح كي نعلمو هاولي كوش نديرو هاولي كوش نشوفو وانا نوجهو كنا من على الرعايه مقبل. الرعايه هي وشنو؟ انه يعني نحميو هذا الولد من الاخطار اللي حتكون كاينه من جوما من هاد الشاشات. فوالا دوك هذوما ثلاث نصائح الاساسيه نجم نقدموها. يعني ما هو الهدف من هذه الحمله؟ الهدف تاعنا من هذه الحمله اساسا هو يكون عندنا اسلوب استهلاكي واعي. ما نخلوش اللاوعي يتحكم فينا ويخلينا نستعملوا التكنولوجيا بطريقه عشوائيه. دوك لهذا الشيء نتكلمنا على الثقافه الرقميه لانها هي الوسيله الوحيده باش نكونوا يعني نجبدوا ان ماكسيموم دو بوزيفيتي الايجابيات من التكنولوجيا. فوالا هذا هو الهدف الاساسي. يعني حتى يعني ادماج ابنائنا يعني لا يمكن ان يكون له يعني الضرر الكبير عليهم في هذه التكنولوجيا وهذه الشاشات. الادماج حيكون اوكونترا التكنولوجيا الهدف تاعها هو انه تعاوننا خاصه صغار السن يعني. نعم ماشي هو الهدف تاع التكنولوجيا هو باش تسهل علينا الحياه تاعنا. هذا هو الهدف الاساسي. برك لازم نعرفوا كيف نستعملوها. يعني مضام يعني كما نقولوا للمشاهدين كلي نعطي لك ان باختو مطرقه. مطرقه ننجم تعاوني نبني بها حاجه، تنجم تعاوني اذا كنت تعمل بطريقه غير واعيه تنجم تهدم. نعم. التكنولوجيا نفس الشيء.
دوك حنايا الهدف تاعنا هو نعطوا هاد النصائح والارشادات نعطوها للاولياء ولا المستخدمين تاعنا كامل باش يكون عندهم استعمال واعي. هنا ايضا يعني يجب التحسيس على عامل التوعيه والتحسيس ايضا. اي نعم، الوقايه عندها دور حساس ومهم في هذا المجال. الوقايه هي الاساس. لأنه يعني بين مختلف الفاعلين، يعني مثلا شركتكم شركة اتصالات الجزائر، يعني حتى الجمعيات، يعني كلهم معنيين بهذا التحسيس. كل شخص عنده علاقة مع الموضوع عنده مسؤولية الوقاية، وهذا هو سبب وجوده هنا اليوم. ولأنه باش نعطوا رسالة للمستخدمين تاعنا والمشاهدين أنه الإنترنت وجود تاعها مهم في حياتنا، ولكن يجب ان نتعلم كيف ما نجموش نستعملوه بطريقه عشوائيه. المهم ان نكونوا عارفين السبب وعلاه نستعمل هاد الوسيله وعلاه وكيفاه ولوين الهدف تاعنا الوش والغايه تاعها من الاستعمال. هذا هو. نعم، شكرا لك السيد ياسين شكشاك مكلف بالتكوين لدى شركة اتصالات الجزائر على كل هذه التفاصيل بخصوص هذه الحملة وأيضا النصائح التي قدمتها للأولياء. نشكركم. نعم، إذا مشاهدينا الكرام إلى استوديو الأخبار. التاسعة تماما بتوقيت الجزائر، موجزنا إخباري، أهلا بكم. بداية، استقبل أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد سالم ولد مرزوق. اللقاء حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لوناس ماجرمان. وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد سالم ولد مرزوق أشاد في تصريح عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية بالعلاقات الجزائرية الموريتانية المتجدرة، مؤكدا حرص الجزائر على الارتقاء بهذه العلاقات وإعطائها دفعا قويا. حصل لي الشرف أن تستقبلني خامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد المجيد تبون، وخلال اللقاء أبلغت بخامة الرئيس تحيات أخيه وصديقه بخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد الشيخ العثماني، وكما حملني صاحب الفخامة أن أبلغ تحياته لأخيه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وخلال اللقاء كدليل بخامة الرئيس حرص الجزائر شعبا وحكومة على الدفع بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وهذه فرصة لأذكر أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين هي علاقات ضاربة في القدم ولها جذور مبنية على علاقات الدم وعلاقات تاريخية بين الشعبين الشقيقين. واشكركم. كما استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس أيضا نائب الوزير الأول لمجلس شؤون الدولة لجمهورية الصين الشعبية السيد ليو جيوز هونغ. اللقاء حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام وزير السكن والعمران والمدينة طارق بالعريبي والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لوناس ماجرمان. صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين المستشار لدى رئيس الجمهورية السيد بوعلام بوعلام مديرا لديوان رئاسة الجمهورية.
بتكليف من رئيس الجمهورية، يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف الذي حل مساء أمس بالعاصمة الأوغندية كامبالا في الاجتماع الوزري لحركة عدم الانحياز المقرر اليوم وغدا. ويندرج انعقاد هذا الاجتماع في إطار التحضير للقمة 19 لحركة عدم الانحياز تحت شعار تعزيز التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك. إلى تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يواصل العدوان الصهيوني الهمجي قصفه لمناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم الثالث بعد المئة بارتكاب المزيد من المجازر في حق الشعب الفلسطيني، مستهدفا فجر اليوم مدينة رفح وخان يونس التي شهدت اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال. كما قصف الاحتلال بطائرة مسيرة مركبة قرب مخيم بلاطة شرق نابلس أسفرت عن عدد من الشهداء والمصابين، أطلقت على إثرها قوات الاحتلال النار على طواقم إسعاف الهلال الأحمر ومنعتها من الوصول إلى المكان لانتشال الجثث ونقل المصابين. يحدث هذا مع توصل حركة المقاومة حماس والاحتلال إلى اتفاق يقضي بإدخال الأدوية وشحنة من المساعدات الإنسانية للمدنيين بقطاع غزة، خاصة المناطق الأكثر تضررا، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاجها الأسرى الصهاينة لدى المقاومة. هذا فيما تشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات واعتقالات بكل من مدينة طول كرم ومخيمها والخليل وبيت لحم. رياضة الآن. وفي كرة اليد، تنطلق اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة النسخة 26 لبطولة إفريقيا للأمم 2024 بمشاركة 16 منتخبا. هذا وسيستهل المنتخب الوطني اليوم مشواره في المنافسة أمام المنتخب الجابوني قبل أن يواجه المنتخب الليبي في الجولة الثانية يوم الجمعة القادم، وذلك ضمن المجموعة الثالثة. في الحدث الكروي الإفريقي، كان كوت ديفوار وعقب مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الأنغولي والتي انتهت بالتعادل بنتيجة هدف لمثله، أكد اللاعبون والطاقم الفني أنهم سيحاولون جاهدين تدارك النتيجة المحققة في المباراة الأولى في باقي مشوار هذه المنافسة. ليست هي النتيجة التي كنا نأمل تحقيقها. كنا نأمل أن نبدأ بقوة في هذه المنافسة من أجل الظفر بنقاط الطلائع، وكنا نعلم أننا سنواجه منتخبا عنيدا أظهر في السنوات الأخيرة صعوبات في مواجهة منافسيه. سيطرنا على المباراة، استحوذنا على الكرة، خلقنا العديد من الفرص داخل منطقة الخصم، ومن خطأ واحد عدل علينا النتيجة. سيطرنا على المباراة، استحوذنا وخلقنا الكثير من الفرص، ولكن للأسف لم تجسد كلها. في الشوط الثاني ارتكبنا خطأ كلفنا هدف التعادل، هذا يدفعنا للقيام بعمل أكبر في مباراة بوركينا فاسو. الحمد لله وين لعبنا مليح، ربي ما كتبش، ان شاء الله الماتش الجاي ان شاء الله نديروا كل شيء باش نفوزوا. انا مقتنع ولدي كل الثقه بان لدينا منتخبا جيدا، قمنا بالكثير من الاشياء الجيده وسنكون جاهزين لمباراه بوركينا فاسو. الجماهير الجزائريه التي كانت حاضره في ملعب السلام صنعت اجواء حماسيه واستثنائيه طيلة أطوار اللقاء، معبرة عن دعمها للعناصر الوطنية طيلة المنافسة. ان شاء الله المقابله اللي موراها نربحوا ونشرفوا لالجيري ونجح اليوم ما شاء الله، جاب لنا بيت، كان قريب وجوار في الديره. المقابله كانت مليحه، الافتتاح هذا هو دائما يكون صعيب، مازالوا دو ماتش ان شاء الله نعودوا فيهم قوه. خاطر احنا الماتش الاول ما نقدروش نحكموا عليه، الماتش الاول ديما يجي صعيب، هذا واش كتب ربي هني الان ماتش دوزيام ان شاء الله يكون ماتش مليح نربحوا نتكاليفوا ان شاء الله، ان شاء الله نتكاليفوا لا فينا ان شاء الله بربي ان شاء الله، ما تقلقوا روحكم. رانا اجواء افريقيه كعارف، الواحد كيلعب في افريقيا دائما شي بريمي ماتش هكا، وما زالت لنا المقابله الثانيه والثالثه ان شاء الله بربي. و
بخصوص نتائج مباريات اليوم الرابع من المنافسة الإفريقية، فاز منتخب بوركينا فاسو بهدف دون رد أمام منتخب موريتانيا، فيما انتصر منتخب ناميبيا على المنتخب التونسي بنتيجة هدف لصفر، وتغلب سهرة أمس منتخب مالي على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين دون رد. إلى اللقاء. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ودائما في هذا البث الحي لبرنامج هذا الصباح سنتحدث في هذه الفقرة عن استراتيجية شركة سونالغاز على المدى المتوسط والبعيد تجسيدا لالتزامات الدولة في مجال الكهرباء والغاز. للحديث أكثر مشاهدينا الكرام، الآن نحن في فقرة ضيف الصباح، سنستضيف معنا الناطق الرسمي لمجمع شركة سونالغاز السيد خليل هدنا. مرحبا بك سيدي. مرحبا بك سيدتي وبكل مشاهدي قناتكم الموقر. نعم، يعني شهدت شركة سونالغاز في الأسبوع الماضي عملية إعادة تنظيم وهيكلة فروعها، ماذا عن هذه العملية؟ ولو نتحدث أيضا عن أهدافها الاقتصادية. أكيد أنه كان فيه انعقاد مجلس إدارة مجمع سونالغاز، وكان فيه مخرجات من أهمها تقليص شركات فروع أو فروع شركات سونالغاز، للتذكير أنها يعني في السنتين الأخيرتين، يعني حوالي سنتين، كان فيه تقليص يعني عدد شركات من 34 شركة ومخرجات مجلس الإدارة قلص إلى 11 شركة فرعية. إذن يعني إذا رحنا يعني للتاريخ فقط قبل 2022 كان فيها 44 شركة. إذن 44 شركة بكل هياكلها، بكل مجالس إداراتها، ويكون فيه نوعا ما يعني عملية تقليص كبيرة. أكيد أكيد، وهذه تدخل في إطار ترشيد النفقات وكذلك ترشيد أو عملية حوكمة مهنية لسونالغاز، وتعتبر الشركة الثانية يعني عندها وزنها في الاقتصاد الوطني وفي مشاركتها في التنمية المحلية والوطنية. كان فيها إذن رجعت 11 شركة، أهم الشركات اللي تم إدماجها والله اندماجها في شركات كبرى، مثلا كهرباء، شركة كهرباء الجزائر اللي تم إدماجها في شركة إنتاج الكهرباء، كذلك الحماية والأمن اللي أدمجت في شركة سونالغاز الخدمات. وهذه نوعا ما من عمليات اللي نجحت فيها سونالغاز من 34 إلى 11 شركة تدريجيا، كان ومع الحفاظ على مكتسبات العمال، كذلك مع الحفاظ على استقرار المؤسسة وفروع المؤسسة. ودائما سونالغاز راهي حوالي 80,000 عامل على مستوى الوطني اللي يعني ينتمون إلى هذه الشركة أو المؤسسة التاريخية، واللي عندها كما ذكرت وزن في الاقتصاد الوطني عامة. نعم، يعني بخصوص الحديث عن الأرقام، لو نتحدث عن نسبة تغطية شركة سونالغاز للغاز والكهرباء وعدد زبائنها. شركة سونالغاز حتى الآن يعني راهي تجاوزت فيما يخص عدد زبائن في الكهرباء، تجاوزت 11 مليون زبون، وكذلك فيما يخص الغاز تجاوزت 7 ملايين زبون. نسبة التغطية على المستوى الوطني في الكهرباء فاقت 98%، وفيما يخص التغطية نسبة التغطية بالغاز فاقت 65%. لتذكير أنه معدل التغطية العالمي 45% فيما يخص الغاز. إذن الشركة رائدة، وهذا مسمح يعني من الاستثمارات اللي قمنا بها، وذلك تدعيما من الدولة الجزائرية، أنه أصبحت الغاز والكهرباء متواجد في كل المناطق وما برامج السيد رئيس الجمهورية، إلا يعني تجسيدا لهذا الواقع اللي رانا نتحدث عليه. كان يسمى غاز المدينة، أصبح اليوم غاز في الجبال وفي أقصى الصحراء وغيرها. إذن هذا يعني
يعني جسد المشاريع ميدانيا. وحنا دائما نقول أننا رفاهية المواطن هي سر وجود مؤسسة سونيغاز ومهمة سونيغاز الأولية. نعم جميل. أيضا يعني بخصوص الحديث عن سياسة السيد الرئيس، أكد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير عن ضرورة تسريع عملية تركيب كواشف غاز أحادي أكسيد الكربون عبر كل المنازل. أين وصلت هذه العملية؟ جد مهم، لأنه كان أكلت إلى سونيغاز مهمة وضع كواشف على مستوى المنازل كل الجزائريين. كانت مخرجات مجلس الوزراء الأول، وكانت بوشرت سونيغاز في فيفري 2023 بالضبط في 18 فيفري، وين قمنا بأول عملية لوضع الكواشف على مستوى الزبائن. نعم. للتذكير، أو على مستوى بيوت المواطنين للتذكير. نعم أنه الكاشفين بمعدل كاشف لكل منزل، وكذلك يقوم بها أعوان سونيغاز مختصين، وبالموازاة مع وضع الكواشف نقوم كذلك بعملية مراقبة تقنية للتركيبة الداخلية للمنازل. لأنه احنا كانت حيرة رئيس الجمهورية ليست فقط فيما يخص الاختناقات بالغاز، لأصبحت حقيقة رعب أرقام مهولة يعني. نعم. تسجلها الجزائر وأفراد الحماية المدنية. نعم. أصبحت ترعب المواطنين، دفاتر عائلية تطوى نهائيا، عائلات تنضطر بفعل هذا القاتل الصامت اللي أنا أحبه وأحبذ أن أسميه المرعوبة والمرعوبة كما يسموه جدودنا، لأنه أصبح يرعب المجتمع. صحيح. عامة. لذلك سونيغاز باشرت بعدة عمليات، من بينها أوامر السيد رئيس الجمهورية يعني أنها سونيغاز كلفت، وهي ثقة، احنا نقدر هذا الثقة ونقدر هذا المهمة. ومباشرة مخرجات مجلس الوزراء احنا باشرنا ب 18 فيفري أقول بتركيب هذه الكواشف كعملية أولى، كانت خصت 21 ولاية من الهضاب العليا، وكعدد أول كانت فيها يعني مناقصة وطنية ودولية لاقتناء 500,000 كاشف. لكن في نهاية هذا سنة 2023 رئيس المدير العام لمجمع سونيغاز أمر أن لا نخصص أو لا نخصص هذه الكواشف فقط لولاية الهضاب العليا لأنها تمتاز برد، وإنما نعممها على المستوى الوطني في الصحراء، في الساحل والشرق والغرب. وحتى الآن العملية يعني بلغت عتبة مليون كاشف اللي تم وضعه على المستوى الوطني. العملية الثانية لسونيغاز، احنا ما نقعدوش نستناو فقط في قال يجينا الكاشف في مناقصة وغيرها، كان فيه مشروع مدروس يعني بمعية الجامعة الجزائرية، فيه يعني كونفونسيون، فيه اتفاقية، وفيه مع الجامعة الجزائرية باش الطلبة والستارت اب وغيرها ان يقدموا لسونيغاز مشاريع كواشف. وحنا في سونيغاز عندنا شركة فرع وهي صايق هي للشركة الجزائرية لصناعة الكهربائية والغازية، ومحطتها أو وحدتها بالعلمة لتصنع العدادات الكهربائية والغازية. نعم. بعد عن, عن, عن أيام إن شاء الله سيتم تركيب أول كاشف جزائري يعني من طرف سونيغاز. هذا الأول كاشف جزائري، وهذا العشان من بعد راح تكون في ماي أو تركيب والتصنيع. أولا نبدأ بعملية يعني جمع هذوك لي كومبوزون الكترونيك يعني المعدات وغيرها، ثم في ماي إن شاء الله راح يكون تركيب أول كاشف جزائري بنسبة إدماج تفوق 50%. إدماج وطني. إذن هذا شرف كبير، وأنه حتى لي شان دو برودكسيون هذو اللي راح يخدموا الكواشف بمعدل 500,000 كاشف في الشهر. 500,000 كاشف في الشهر، كاشف يعني يخضع لمعايير أو يعني يتميز بمعايير تقنية جد يعني مميزة، وهو كاشف مرئي في ذات إنذار مرئي وسمعي. وهذه العملية احنا اللي بشرنا بها كمؤسسة باش احنا النظرة الاستشرافية تاع سونيغاز ليست باقتناء وفقط قال نديروا مناقصة ونجيبوا الكاشف يحبس واسمه ما كانش، نو احنا راح نصنعوا ونركبوا
هذه الكواشف على مستوى شركة فرع لسونيغاز وهي سايك، وهذا شيء جميل وهذا شيء يدل على مهنية سونيغاز وتحويل التكنولوجيا ونستغلوا في هذه التكنولوجيا للتصنيع على المستوى الوطني أو في الجزائر. نعم، هذه الكواشف يعني ستكون بالاتفاق مع الجامعة الجزائرية. لا لا، هي احنا مؤسسات الناشئه اكيد احنا دائما سونيغاز هي تشجع على هذه مثل هذه المبادرات تاع اللي يكون مشاريع اللي يقوموا بها اولادنا، اولاد الجزائر، اولاد الجامعه الجزائريه، خاصه انه الجامعه الجزائريه اليوم يعني يجب ادراجها في بناء اقتصاد وطني، يعني هي ركيزه اساسيه. هي حتميه، اولا هي حتميه، اننا باش الواحد كل مؤسسه لازم تقوم تتكل على اولادها، والمثال والمعيار هو مؤسسة سونيغاز. مؤسسة سونيغاز رانا اليوم 100% الجزائرية، 100% جزائريين، المهنية الجزائرية، الاحترافية الجزائرية، والتحكم في التكنولوجيا تحكم في جزائرية. يعني عندنا محطة بوتليليس بوهران، محطة إنتاج الكهرباء تبنات من الحجرة صغيرة حتى كملت وراهي في الاستغلال بسواعد جزائرية، ولاد سونيغاز ولاد الجزائر. لذلك احنا نهتم ونعتمد كثيرا على أولا المهنية الجزائرية والمشروع الجزائري وكذلك السواعد الجزائرية، وفي التطبيق ميدانيا الاستغلال، استغلال 100% جزائري. نعم. ايضا يعني هناك نقطة مهمة في يعني مجابهة خطر يعني هذا القاتل الصامت، وهي المراقبة الدورية لسونالغاز. هي عمليتين مشات، هذه المراقبة الدورية سواء كانت لتركيبة داخلية، لأنه ليس فقط الاختناقات بالغاز اللي راهي يعني محل اهتمام السلطات العليا للبلاد، وحتى محل اهتمام سونيغاز، وحتى الانفجارات نسمعوا بزاف انفجارات في على مستوى التركيبة الداخلية في المنازل وغيرها، سببها تسربات الغاز. لذلك احنا العملية مشات بالموازاة، عملية وضع الكواشف، مراقبة المعدات على التسخين والطهي وغيرها، وحتى مراقبة التركيبة الداخلية. لحتى الآن يعني قلت لك كواشف تم وضعها حتى الآن يعني وصلت نسبة أو عتبة 1,000,000 كاشف اللي تم وضعه، العملية راهي جارية وسرية المفعول. كذلك عملية المراقبة وصلت حوالي 800,000 عملية مراقبة. عملية مراقبة هو المواطن اللي يكلم سونيغاز عن طريق 33-03 مركز الاتصال لسونيغاز، وحنا نروحوا بعملية مجانية ويقوموا بها تقنيون مختصين من سونيغاز. أيضا يعني في مجال التركيب، يعني أين وصلت عملية تركيب أعمدة شحن السيارات الكهربائية على مستوى محطات طريق السيار؟ هي من المهام كذلك التي شرفت بها سونيغاز من طرف السلطات العليا للبلاد، أنها كلفت سونيغاز بوضع أولا تصنيع هذه المعدات ووضعها واستغلالها. هذه أعمدة يعني شحن سيارات كهربائية مواكبة للعصرنا كذلك والتكنولوجيا. وسونيغاز في الأول وضعنا حوالي 6 أعمدة كنموذج، اليوم والمبتغى في 2023 كان وضع 300 عمود على مستوى الطريق السيار وبعض المدن. اليوم في جانفي إلى جانفي وصلنا هذا المبتغى 300 عمود، لأنه فيه العمود للشحن وفيه المحطة للشحن، وهذه المحطات اللي راهي دوك متواجدة على مستوى الطريق السيار كامل. طريق السيار تم وضع هذا وبعض المدن، إذا سمحتي نذكر بعض الولايات مثلا ولاية العاصمة، بومرداس، قسنطينة، عنابة، سطيف، شلف، بجاية، تيزي وزو، مستغانم، تلمسان، بلعباس، بسكرة، باسنة، وهران، هي 14 ولاية. يعني زيادة على طريق السيار اللي وضعنا للمحطات اللي متواجدة في طريق السيار شرق غرب، هذه الولايات اللي ذكرتها 14 ولاية تم وضع المحطات وكذلك لاستغلالها. المشروع في 2023 300 عمود و2024 700 عمود، نكتمل أو نكمل 2024 بوضع 1,000 عمود. هذا هو اللي طلبوا منا السلطات العليا للبلاد من خلال وزارة الطاقة والمناجم، أن سونيغاز كلفت بها المهمة. مرة أخرى سونيغاز تنجح في تلس
تجسيد هذه المهمة الميدانية. نعم. نعم. على غرار أيضا يعني هذه المحطات، ماذا عن مشروع محطات الطاقات المتجددة وإنتاج 15,000 ميجاوات أفاق 2035؟ نرجع لك إذا سمحتي فقط للعمود، باش جد مهم نسبة الإدماج الوطني لتصنيع. يعني ماشي نجيبوا الأعمدة من الخارج ونحطهم وحنا نقولوا أنا حطينا الأعمدة فقط، لأنه فيه سيرفيس أبري فونت كما يقولها، الصيانة نتاعها والخدمات نتاعها والاستغلال نتاعها، لازم يكون تحكم في هذا الاستغلال. نعم. 22% فيما يخص نسبة الإدماج للأعمدة و 52% نسبة الإدماج فيما يخص محطة شحن الأعمدة. نعم. أما سيدتي سؤالك فقط يعني نعم. قبل الحديث عن سؤالي، دائما في مجال الطاقات المتجددة نذهب مشاهدينا الكرام إلى بشار، أين تتواجد الزميلة دنيا نوالي لتعطينا تفاصيل حول فعالية الملتقى الوطني للطاقات المتجددة والمواد الكهروضوئية. صباح الخير دنيا. صباح الخير زميلتي راتبة، صباح الخير عليكم مشاهدينا. ها أنا أوفيكم الآن من جامعة الطاهر محمد من ولاية بشار لإحياء فعاليات هذا الملتقى الوطني في طبعته الثانية، ولتفاصيل أكثر حول ملتقى الطاقات المتجددة والمواد الكهروضوئية، أهلا وسهلا بك سيدي أستاذ دهب معمر الدكتور الباحث في هذا المجال. إذا حدثنا عن مكنونات الطاقات المناطق الصحراوية في مجال الطاقات المتجددة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم. الملتقى الوطني الثاني للطاقات المتجددة والمواد الكهروضوئية ومركباتها، وفي إطار استغلال هذه المكنونات التي تحدثت عنها في ولايتنا وولاية بشار والجنوب الغربي عموما، غني بالثروة الطاقوية خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. الملتقى الوطني الثاني يعني يتمحور على 4 محاور: محور خاص بأنظمة الطاقات المتجددة، محور للألواح الكهروضوئية، محور الخلايا العضوية، ومحور المواد الحديثة في صناعة الخلايا الشمسية. يشارك فيه مجموعة من الأساتذة من جامعات الوطن والباحثين وطلبة الدكتوراه. نهدف ينظمه مخبر الطاقات المتجددة في الوسط الصحراوي بالتنسيق مع كلية العلوم الدقيقة جامعة بشار طاهري محمد. نعم، إذن هناك يحضر أساتذة من مختلف جامعات الوطن. إذن ما أهمية المناطق الصحراوية وكيفية استغلالها الاستغلال الجيد؟ إذن الوزارة الوصية يعني توفر كل الإمكانات لاستغلال هذه الطاقات ويعني ما تذهبش هكذا فقط. شكرا. الأساتذة أهمية تبادل الخبرات وتبادل المعارف العلمية من خلال مشاركة مجموعة من الدكاترة ومجموعة من طلبة الدكتوراه على المستوى الوطني. الجزائر الحمد لله بلادنا غنية بالثروة الطاقوية خاصة الطاقات المتجددة، وهناك يعني قطعنا شوطا الحمد لله في هذه البحوث. الآن الأهم هو كيف نسير يعني تسيير الطاقات المتجددة أو تسيير استغلال هذه الطاقات المتجددة. نطمح إن شاء الله من توصيات هذا الملتقى إلى الخروج بتطبيقات عملية كمحطات للطاقة الشمسية على مستوى منطقتنا واللي هي غائبة إلى حد الآن، استغلال طاقة الرياح الذي يعني لم يعني ما زال بعيد نوعا ما. فبالتالي هذه هي الأهداف، أننا نصل إن شاء الله في إطار الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة، وهي أن الجامعة تجد حلولا للمجتمع وتساهم في تطوير المجتمع، وبالتالي من خلال استغلالها طاقتنا سنطور إن شاء الله مناطق نائية. يعني وإن كان الجزائر الحمد لله كهربائيا يعني متقدمة جدا، حوالي 99% مكهرباء، ولكن إدخال هذه الطاقات سيرشد الاستهلاك الطاقوي الوطني ويؤدي إلى تقنيات جديدة وإلى معارف جديدة وإلى إنشاء مؤسسات مصغرة للستارت اب هادو في هذا المجال. نعم، إذن شكرا لك الدكتور دهبي حول كل هذه المعلومات والتفاصيل. إذن لا تزال يعني هنا بالجامعة فعاليات هذه الملتقى. إذن زملائنا من استوديو المركزي زميلتي رتيبة، عودة لكم. شكرا لك دنيا على وضعنا في صورة هذا الملتقى الوطني. أعود إليك أستاذ، كنا قد توقفنا عند الحديث عن مشروع محطات الطاقات المتجددة وإنتاج 15,000 ميجاوات أفاق 2035.
ومشروع كذلك الدولة الجزائرية أنه إنجاز أو إنتاج 15000 ميجا وات على مدى آفاق كما ذكرت 2035 أوكلت إلى سونيغاز. كذلك هذه المهمة هي المهمة الثالثة، وتم مباشرة يعني دراسة ومناقصة وطنية ودولية وحتى تقديم العروض التقنية والتقنية والمالية أولا ل 2000 ميجا وات الأولى والتي انتهينا منها. 2000 ميجا وات تنتج عبر 12 ولاية و15 محطة كهروضوئية لماذا وبقدرة إنتاج ما تتراوح ما بين 80 و 220 ميجا وات. إذن هذه 2000 ميجا وات، أو 1000 ميجا وات هي اللي كانت تابعة لشمس. الشمس للتذكير كانت يعني شركة مختلطة ما بين سونيغاز وسوناتراك، ثم تم استرجاعها إلى سونيغاز، ثم تم إدماجها من خلال الهيكلة إلى الأخيرة. نعم شركة الطاقة المتجددة وهي فرع من سونيغاز، وهي سولار 1000 ميجا وات. سولار 1000 ميجا وات كذلك تم فتح الأظرفة للمالية والعروض المالية والتقنية مؤخرا عبر خمس ولايات، وهي خمس محطات، خمس ولايات إذا سمحتي ورقلة لغوات وقلت الواد وبشار بشار. إذا الأستاذ كان يتكلم يتمنى أنه يكون فيها محطة كهربائية هي متواجدة من خلال برنامج سولار 1000 ميجا وات. البرنامج أو المشروع ككل هو يهدف إلى ضمان إنجاز هذا المشروع بمحطة إنتاج كذلك مع شبكة توزيع اللي تكون في الشبكة الوطنية. إذا كل هذا البرامج يعني شفنا 15000 ميجا وات على مدى 2035، يعني إذا كان فيها يعني ليست دراسة ولا معاينة فقط بسيطة، ديجا بدينا في 3000، 2023 ختمنا 3000، 2024 راح يكون فيه 3000 أخرى من طاقة المتجددة. رانا كان راه منتصف أو نصف حاولون يعني تقليص المدة. نعم إذن من طرف سونيغاز، وهذه مبادرة شجاعة وتستحق التثمين كذلك. نعم. لتذكير أنه حتى الشركات أو المقاولات اللي فازوا بهذا المناقصة فيه جزء كبير منها هي جزائرية. جزائرية. إذن المهنية الجزائرية والاحترافية والتسيد في الميدان راح يكون فيه الخير ليس فقط على الجزائر وحتى على مستقبل الجزائر في استعمال الطاقة المتجددة. للتذكير فقط نقطة جد مهمة وذكرها الأستاذ في الفيتيار او الاتصال المباشر من بشار، انه احنا انتاج الكهرباء راهو نستعملوا فيه الغاز اكثر من 90%. اذا كان فيه انتاج طاقات المتجدده وحنا نضمنوا التامين على المستوى الوطني، هذاك الغاز اللي نوفروه راح يكون استغلاله في التصدير لبلدان اللي راهي متعاقده مع الجزائر، وراح نربح الجزائر فيما يخص ايرادات، وراح نربح كذلك الجزائر في التامين واستعمال هذه الطاقات المتجدده اللي راح تكون مستغله من طرف سونيغاز. جميل. بخصوص هذا يعني هذه البرامج كلها، ما هي الاضافه الاقتصاديه التي ستقدمها للاقتصاد الوطني وعجله التنميه؟ جد مهم، جد مهم. اذا شفنا مثلا نسبه التغطيه 98%، نسبه الغاز 95%، احنا قال تغطيه الغاز والكهرباء ليس فقط للساكنه، قال منزل بسيط وفقط، وحتى هذا راح يسمح للتنميه المحليه وترجع على التنميه الوطنيه. فيه مثلا راح نتحدثوا عليهم، فيها انشاء مصانع، انشاء مستثمرات فلاحيه، استغلالها، اكتفاء ذاتي، تمركز السكان في المناطق نتاعها، تنميه محليه، تنميه اجتماعيه، تنميه اقتصاديه، هذا يرجع كامل على البلاد. ولما تكون فيه استقرار للبلاد وفيه تنميه للبلاد اكيد اننا راح رانا قوه اقليميه في مجال الطاقه. والجزائر من خلال سونيغاز راهي تترأس وعضو جد فعال في أربعة جمعيات دولية يعني مختصة في طاقة الكهرباء، التوزيع والنقل وإنتاج وحتى الغاز. إذن جد مهم، لأنه لما نقول سونيغاز نقول وزارة الوصية، ولما نقول وزارة الوصية هي الجزائر، هي الدولة الجزائرية بكل مكوناتها وبكل طاقاتها اللي متواجدة، سواء كانت طاقات اقتصادية اجتماعية وحتى فيما يخص خاصة التنمية. لما نشوف سيدتي يعني غير بعيدة عن جائحة الكوفيد،
جائحه الكوفيد فات علينا جائحه الكوفيد، لكن لم نتاثر في اكتفاء الذاتي من ناحيه الزراعه وغيرها. ولكن الزراعه دي منين؟ ممكن ما يجيش الكهرباء، كون ما تنموش الزراعه وراح نرجع عليك عجلة. نعم. نعم. وبرنامج السيد رئيس الجمهوريه في هذا المجال، التنميه الصناعيه، التنميه الزراعيه او الفلاحيه واستغلال المحيطات الزراعيه وحتى المناطق المعزوله باش نمركز يكون فيها تمركز للساكنه في هذه المناطق. طيب، يعني لما نتحدث عن الطاقه يجب الحديث عن مناطق الجنوب الكبير. نعم. هي ايضا مناطق يعني معنيه بالعديد من المشاريع الهادفه الى تأمين طاقة كهربائية خاصة في فصل الصيف، يعني لو نتحدث عن هذه المشاريع. هي طاقة الكهرباء متواجدة على المستوى الوطني. احنا ما عندناش منطقة تفوق على منطقة، إذا كان فيه استثمار لسونيغاز على مستوى الشمال وخاصة المدن الكبرى قسنطينة، سطيف، الجزائر العاصمة، وهران، مستغانم وغيرها، فيه استثمار كذلك في الجنوب. إذا سمحتي يعني شوفوا للتذكير، كانت في 2010-2012 كان يجي الصيف نخلعوا، شعلوا كليماتيزر نخلعوا، فيه انقطاعات في غيرها، لكن السنوات الفارطة لم يكن فيه انقطاع حتى في الصائفة الأخيرة سيدتي الكريمة، فيها يعني بلغنا ذروة تاريخية في استهلاك الطاقة ولم تتأثر، يعني ما كانش فيه انقطاعات، ما كانش فيه إلا بعض التذبذبات هذيك بفعل الحرارة وغيرها، حتى عملية التصدير إلى دولة تونس لم تتأثر فيما يخص الطاقة. لذلك احنا الاستثمارات ليست في الشمال فقط وإنما حتى في الجنوب. في الجنوب يبدأ الصيف من ماي، من ماي تبدأ سخانة، الكليماتيزر شعل، يعني المكيفات شعلين وغيرها. عندنا برنامج يسميه برنامج تعزيز شبكة الجنوب الكبير. الجنوب الكبير اللي متمثل في 6 ولايات، عين قزام، بوشباجي مختار، جانت، إليزي، تندوف وتيميمون. هذا الجنوب الكبير سيدتي الكبيرة بفعل الزوادع والرملية وغيرها، بفعل كذلك الفيضانات، بفعل الحرارة يعني القصوى اللي في الجنوب الكبير، احنا باشرنا بعملية تعزيز للشبكة، سواء كان إنتاج الكهرباء في المحطات اللي معنية بهذه المناطق أو حتى شبكة التوزيع وتعزيزها. إذا سمحتي في الإنتاج. نعم. 38 وحدة إنتاج بمعدل 76 ميجا وات على مستوى هذه الولايات. كذلك يعني طور الأشغال باش يكونوا واجدين في قبل الصائفة 28% انتهت الأشغال، 36% في طول الإنجاز، 3% راهي في الدراسة، و 33% راهي في المناقصة. إذن فيما يخص التوزيع في 637 كيلومتر يعني حتى الآن راهي حوالي 93% انتهت الأشغال. إذن رانا واجدين حتى في الجنوب بفعل هذا المخطط الاستراتيجي، وهو مخطط تعزيز شبكة الجنوب اللي نسميه احنا باللغة او باللغة الفرنسية RGS. يعني ايضا سونالغاز دائما ما كانت في الموعد، خاصة فيما يخص يعني تنفيذ برامج السيد رئيس الجمهورية، خاصة يعني لما نتحدث عن ربط المناطق النائية والمعزولة بالطاقتين الكهرباء والغاز. سيدتي يعني منذ بداية وانطلاق برنامج السيد رئيس الجمهورية، سونيغاز هي حلقة جد مهمة في تنفيذ هذا البرنامج وربط يعني سواء كانت المناطق المعزولة، المحيطات الزراعية، الصناعيين وغيرها. سونيغاز متواجدة ومتواجدة بقوة، رغم أننا هذا البرنامج كان شوية في فترة الكوفيد، لكن وصلنا على تنفيذ هذا البرنامج وتجسيده بوضع آليات وتسهيلات. إذا ذكرنا قطاع يعني المناطق المعزولة، يعني فاقت في الكهرباء المناطق فاقت 725 منطقة، فيما يخص في الغاز فاقت 726 منطقة اللي ربطناها بطاقة الكهرباء والغاز. وهذا راح أولا يضمن حق المواطن الجزائري دستوريا فيما يخص ربطه أو يعني أن تمتعه بطاقة الكهرباء والغاز على غرار المناطق الأخرى، وثانيا راح يكون فيه تنمية محلية في هذه المناطق. إلى آفاق 2024 إذا سمحتي الكهرباء راح يكون 201 منطقة راح يتم ربطها بالغاز، الأشغال والدراسة راهي متواجدة، الغاز 99 منطقة منذ بداية المشروع، يعني مشروع السيد رئيس الجمهورية ومش
مشاركة سونيغاز ما يفوق 3157 منطقة تم ربطها بالغاز، منطقة معزولة، وما يفوق كذلك 2904 منطقة تم ربطها بالغاز. يعني حتى الآن بلغة الأرقام وبلغة الربط، يعني ربط البرانشمو كما نقولوا المنازل، يعني شوفي أكثر من 82230 منزل تم ربطه بالكهرباء، وأكثر من 285840 منزل تم ربطه بالغاز. إذن أرقام مهمة يعني سجلتها. وهذا ما يعني رجع على سونيغاز وإشادة السيد رئيس الجمهورية لسونيغاز وكل عمال سونيغاز ميدانيا وفي التسيير لتنفيذ هذا المشروع وباش نوصلوا هذه العتبة اللي نفتخر بها كجزائريين عامة. نعم، هذا بخصوص يعني ربط المنازل والبيوت، ماذا عن المحطات الزراعية والمستثمرات الفلاحية؟ جد مهم المستثمرات، ربط المستثمرات الزراعية والمحيطات الزراعية، لأنه احنا أولا في البداية هذه العملية سيدتي منذ انطلاق هذا البرنامج، برنامج سيد رئيس الجمهورية فيما يخص ربط المستثمرات والمحيطات الزراعية، أننا احنا عملنا وضعنا آليات ما نقدروش نمشيو هي محليا لوكال، يعني مديرية التوزيع على المستوى المحلي للولايات بالتنسيق مع مصالح الفلاحية، وضعنا آليات أنه يجيبوا مصالح الفلاحية قائمة للمستثمرين، وحنا نمشي بربط هذا المستثمرين دون دفع مسبق. يعني بكري احنا يجي الفلاح قال ديلي تريستي، وهي فلاح جنرالمون بعيدة، يعني بعيدة على المنطقة الساكنة وغيرها، يعني تتطلب هذه الشبكة وتكلف ماليا. احنا سونيغاز وضعنا آلية ودرنا تسهيلات أننا نتم بالربط بإنجاز المشروع، إنجاز الشبكة وربط هذاك الفلاح دون دفع مسبق. بلغة الأرقام في 2023 50,000 مستثمرة فلاحية تم ربطها، وهي عتبة حتى هذا الأوبجيكتيف، يعني الأهداف وصلناها في 2024 إذا سمحتي راح يكون إن شاء الله ربط 68,000 مستثمرة فلاحية، ونزيد نذكر دون دفع مسبق لسونيغاز. يعني راح نديروا له جدول، من بعد الفلاح قال ينتج وإن شاء الله بالبركة عليه يبيع، من بعد يخلصنا بجدوله، وهذه اللي سمحت لي نشوفوا أن مثلا زراعة استراتيجية في أضرار. نعم. يعني نشوفوا فريمون حقيقة تفرح كل الجزائريين بفعل ربط المستثمرات هذه وعددها كبير. نعم. بطاقة الكهرباء. لما نتحدث عن القطاع الفلاحي نتحدث عن قطاع حيوي وواحد من الروافد الاقتصادية، أيضا هناك قطاع مهم هو قطاع القطاع الصناعي، يعني والمستثمرات الصناعية. أكيد أنه دون يعني نهضة صناعية مش راح نمشيو إلى يعني مش راح نمشيو بعيد. يعني نشوفوا سونيغاز كذلك هي حلقة جد مهمة في تشجيع الصناعية، سواء كان مستثمرين صناعيين حتى في المساهمة مع الولايات ومع مع الوزارة الوصية في تنفيذ هذا البرنامج. فيها 6 مناطق صناعية اللي تم ربطها بطاقة الكهرباء والغاز، وهذه تسير من طرف الوزارة الوصية. كذلك 36 منطقة صناعية تكفلت بها سونيغاز بالربط بطاقة الكهرباء والغاز. لذلك كان خرج السيد رئيس مدير العام لمجمع سونيغاز عبر يعني في 2023 و22 جل الولايات زارها، وكان فيه لقاءات مع الولاة منتخبين والمستثمرين وغيرها. كان الالتزام تاعو انه ربط هذا المستثمر المناطق الصناعية مناطق النشاطات، قال او عندكم الكهرباء عندكم الغاز، لانه بكري كان يجي الصناعي هو اللي دوموندي الكهرباء يطلب الكهرباء والغاز، باش درك كاين الكهرباء وكاين الغاز في المناطق الصناعيه. هذه مشاركه سونيغاز في هذا النهضه الاقتصاديه. بلغه الارقام اذا سمحتي، ربط المناطق الصناعيه اللي تكفلت بها الولايات 44 منطقه تم ربطها، ربط مناطق النشاطات بين الكهرباء 118 منطقة النشاطات على المستوى الوطني. فيما يخص المستثمرين الصناعيين في ملفات الكهرباء 1535 ملف تم التكفل بهم، وفي ما يخص الغاز 596 مستثمر تم ربطه بالغاز. إذن
مساهمة السنغاز يعني جد فعالة وميدانيا يعني راهي اللي كونفيرمي. نعم هي أرقام مهمة حققتها شركتكم في مختلف يعني المجالات والقطاعات. شكرا لك أستاذ خليل على كل هذه التفاصيل والأرقام التي أفدتنا بها. شكرا موصول لكم خاصة التلفزة الجزائرية العمومية اللي واكبت هذا التطورات وحنا يعني فيه روبورتاجات في هذا المجال لأنه حقيقة تقال ميدانيا وانتم مشكورين على كل هذا المواكبة لكل نشاطاتنا نشاطات سونيغاز وهي نشاطات الدولة الجزائرية لأن سونيغاز هي تابعة للدولة الجزائرية 100%. نعم شكرا لكم. شكرا سيدتي. إذن مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل بقية فقراتنا لهذا الصباح. إذن متواصلون دائما معكم من جديد مشاهدينا الكرام والآن نتحدث عن إحياء الجزائر غدا لليوم الوطني للبلدية المصادف للثامن عشر من كل سنة. سنتحدث عن مشروع قانون البلدية الجديد والآليات الموجودة اليوم لتقريب المواطن الجزائري من الإدارة. نسعد باستضافة الأستاذ عبد اللطيف حمامدة صاحب منصة بلدية. صباح الخير سيدي. صباح الخير وشكرا على الاستضافة. نعم إذن إصلاحات عديدة اليوم تعرفها الجزائر من أجل تقريب المواطن من الإدارة ومن البلدية. إذن لو نستهل حديثنا من هذه النقطة. شكرا. يعني عندما نتكلم على الإصلاحات هي الإصلاحات هذه أتى بها رئيس الجمهورية عن طريق البرنامج الجديد. نحن نتكلم على الجزائر الجديدة. نعم. وما هي أفاق الجزائر الجديدة في كل ما هو له علاقة في موضوعنا بالمواطن بصفة خاصة وبصفة عامة. الإصلاحات هذه دستوريا لنا بما نسميه الديمقراطية التشاركية. هذا موضوع مهم جدا يعني عندما نتكلم يعني هو ما يؤكد عليه يعني الإصلاحات. هذا الموضوع وهذا الإصلاحات هو يعني بصفة حقيقية عندما نوفر الديمقراطية التشاركية يعني وفرنا النجاح لكل هو ما هو المسار في البنية التحتية عن طريق المواطن للجزائر الذي نريدها جزائر جديدة هي أفاق 2030-2060. لأن اليوم العالم بصفة عامة يجدد نفسه ليس إلا الجزائر،
احنا نعرف بما هو واقع في البلدان ككل بما شفناه بعد ما جرى الكورونا فيروس والحروب وكذا. اليوم ما نقدروش ما نقولوش العالم مريض اقتصاديا او له نقولوا صيغه من المرض، ولكن لسنا وحدينا في العالم، والجزائر هي تنتمي الى هذا العالم الجديد، ونتكلم على الجزائر الجديدة والجزائر الجديدة عن طريق الإصلاحات التي أتى بها الرئيس الجمهورية في البرنامج تاعه هذا أكثر من 4 سنوات. هذه الإصلاحات اللي تجعل أن المواطن يشارك بصفة حقيقية كل ما نريده في الجزائر الجديدة. نعم، يعني هذه الديمقراطية التشاركية، السياسة التنموية المحلية. يعني كيف يمكن أن نحقق هذه المعادلة؟ بارك الله فيك. الآن نخرج من 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 التفسير كما نقولوا احنا كموضوع يعني كمشروع، ونتكلم على مؤسسة اليوم موجودة. نعم، وهذا المؤسسة اللي احنا صاحبها يتبع لمجمع مؤسسات. نعم، احنا لسنا يعني ما أتيناش البارح في هذا الموضوع، احنا نشتغل عليه أكثر من 10 سنوات. صحيح. في هذا الموضوع البرنامج الرئيس وفر لنا الآليات والمحيط والمناخ الذي جعل من مشروعنا كان في سبيل فكرة صبح مشروع، واليوم مؤسسة، وهذه المؤسسة بما نناديها بالعامة بلديتك، هي بلدية تك، يعني البلدية بصفة عامة تك سي ليكستونسيون تكنولوجيك، يعني الفرق هو الذكاء في الحوكمة، لأن الإنسان بصفة عامة وكل المواطنين يعني هم أذكياء، يعني عندما نقول الإنسان ذكي يعني مش مفروض عليه دكتور أو خارج من الجامعة أو دار درس، أو يعني الذكاء الإنسان يكون ذكي، يعني مام البيبي كيزيد تفيقي له كي تهضري معاه يضحك لك، هذا ذكاء. يعني لانتيليجونس كونت يا لاكسيون عندنا لا رياكسيون. هذا الشيء هذا احنا الذي يهمنا هي الذكاء في تسيير الحوكمة الإدارية. كيف نجعل من المواطن شريك، أن كل ما هو له رغبة أن يعيشه، هذا نقولوا احنا الرغبة هذه تتحقق، وهذا هو المشروع وهذه المؤسسة. احنا جعلنا من طلبات المواطنين بصفة عامة، جعلنا بما نسميه هذه المنصة تاعنا بلديتك، والشيء اللي لابد أن نعرفوه اليوم حوالي أكثر من شهر، لأن بلديتك هي سون ستارت اب اللي كي اي تي لابيليزي اون مارس 2021 اللي حطيناها عن طريق انذاك الوزارة المنتدبة للمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة. نعم. هذه اليوم لا ستارت اب عندها نقولوا احنا برنامج، وهذا البرنامج لديه مرافقة من طرف الإدارة، وهي اليوم الإدارة اللي هي وزارة المؤسسات الناشئة، وأكثر من هذا الشيء يعني مرافقة من طرف المرصد الوطني للمجتمع المدني. هذا الشيء يعني جرى بلقاء رئيس الحكومة، وكل الحكومة عندها حوالي اليوم حوالي شهر، لأن كنا في القصر في كلوب دي بان، وكانت اليوم الدراسي حول ما هو الديمقراطية التشاركية وما هي الآليات لابد الذي نوفرها لكي نجعل من هذا البرنامج صيغة حقيقية. والمرصد الوطني للمجتمع المدني قدم مشروعنا كمشروع مع بعض المشاريع الأخرى الحلول التي سوف نقدمها. يعني بكل بساطة عندما نريد أن نستمع إلى المواطن، احنا كما نقولون نروحوا له للحومة، نحبطوا عنده لتحت، لأن الحوكمة بصفة حقيقية تبدأ لتحت. نشوفوا في الحومة واش صاري فوق الحومة، عندنا البلدية، البلدية عن طريق المجلس البلدي. المجلس البلدي احنا منذ زمان يعني عندما نروح احنا نديروا لو فوت كيما نقولوا، نديروا لو بريزيدون دابيسي، ومن ما نزيدوش نتلاقاو به، كاين بما نسميه المداولة الذي المجلس البلدي وضعها في البلدية،
والمواطن احنا على بالك ما يكونش كل يوم ما يكونوش ناس بزاف كما نقولوا حنايا باش يمدوا بما نسميه صبر الآراء، لأن الديمقراطية التشاركية تجعل من المواطن شريك وتجعل في الوقت أن المواطن لا يشتكي. هذا هو الشيء المهم، لأن عندما نأخذ بصفة حقيقية رغبات المواطن ونحققها نعم. إنه شريك في البرنامج الذي سوف تأتي به الدولة، لأنه نداء للمواطن إنه شريك. يعني اليوم كي راك شريك ما تقدرش تشكي غدوة، لأن احنا سمعنا لك ودرنا الرغبات تاعك. طيب. هذا هو الشيء المهم. اليوم المنصة هي عندها اتجاهين، عندها اتجاه لليوم اليوم تراكي هنا نراني هنا كثير من المواطنين اللي عندهم خبرة يعني مستوى عالي ما يقدرش يروح للبلدية يشوف واش راه صاري ولا واش كذا ولا اخر. جعلنا من المنصة هذه المداولة البرامج تاع المجلس البلدي توضع عن طريق المنصة، وهنا يوقع فيها صبر الآراء. المجلس البلدي اللي كان اليوم فيه نقولوا احنا 20 عضو ويكونوا مواطنين قال احنا 200 ولا، عن طريق المنصة سوف نرى الآلاف المواطنين الذي سوف يعطيوا صبر الآراء. هذه ديمقراطية تشاركية نعم. وتشاورية نعم. وهنا نطلع بصفة تكنولوجية عن طريق بما نسميه اللي بي في إلكترونيك. الرئيس البلدي والمحيط تاعو يعرف باللي المواطنين هم يقولوا لك نعم ولا باش نعاودوا طرطوار ولا باش نديروا بنتوره ولا باش نديروا مشاريع كذا وكذا. نعم طبعا. يعني تحدثت في نقطة مهمة الآن عن آليات قدمتموها وأيضا خدمات تقدمونها من خلال هذه المنصة، تكون بمثابة حلقة وصل ما بين انشغالات المواطنين وخلية الخلية نقول أو الخلية ربما البلدية. نعم. الآليات لابد أن المواطن الذي يعني اليوم يشوفنا ونتحيواه لابد أن يفهم باللي اليوم المواطن هو شريك. يعني كي نقولوا المواطن شريك يعني عن طريق صبر الآراء عن طريق بلديتك سوف هو الذي يعطي الطريق للمجلس البلدي ما هي الرغبة تاعه بالأوليات في الإنشاءات في البلدية. هذا عندما المجلس البلدي يطرح عليه المداولة اللي فيها البرامج. وأكثر من هذا الشيء احنا اليوم رانا في بداية عام جديد اللي هو عام 2024 في نفس المنصة في الطريق الآخر هناك مشاريع سكون أبل لي زافي تابيلا بروجي تاع شبابنا. وما أدرك ما شبابنا وما أدرك ما هو برنامج رئيس الجمهورية في شبابنا لشبابنا الذي سوف يدخل بما نسميه في الجزائر الغد، جزائر 2030، جزائر 2060. هذا الشباب سوف تكون له الحظ أن يوضع أفكاره في هذا المنصة وتناقش الأفكار ما بين المواطنين. مازال ما طلعناش البلدية، رانا شاب راهو في الحومة راهو في الكارتي عنده فكرة بجسدها في البلدية. يحط الفكرة تاعو تما. كيف؟ يحطها عن طريق المنصة. هو يعني عندنا منصتنا موجودة سي www.baladia.tech. احنا اليوم رانا رايحين ندخلوا عن طريق الولايات وعن طريق البلديات بمرافقتنا لشريكنا اللي هو المرصد الوطني للمجتمع المدني. هذا الشباب عندنا آليتين، يقدر يدخل بصفة يعني وحده كشاب أو يدخل عن طريق جمعية. جمعية. وعندما نتكلم عن طريق جمعية نتكلم بلغة الاختصاص. يعني هناك كثير في المرصد الوطني الجمعيات، وهذه الجمعيات اليوم عندهم اختصاص. كاين جمعيات اللي هما مستكلفين بالسبور، جمعيات مستكلفين بالمرض، مسكين بالبيئة، مسكين. كل جمعية اللي عندها اختصاص سوف تلقى بمحيطها الخاص. وهذا المحيط اللي موجود في البلدية سوف يطرح برامج، سوف يطرح أفكار، والمواطن هاي اللي كوش نسميها الديمقراطية التشاركية. المواطن سوف يدخل على المنصة يشوف البرنامج كيفاش يشوفه، يشوف كما نقولوا احنا البطاقة التقنية لا فيش تكنيك، يشوف المهلة الزمنية كما نقولوا حنايا اللي راح تأخذ باش هذا البرنامج يجسد، يقدر يشوف تاني التكلفة تاع هذه الفكرة
شحال راح تسقام الدنيا كذا وكلش، يقدر يشوف المنطقه في الحومه قال وين راح نحطوها في البلاصه الفلانيه بلاص، يعني كل الاشياء موجوده تماك. ويجي المواطن يقول لك انا هذه الفكره عجبتني تماك، واش يدير؟ صبر الاراء، يعبس قفله يطلع الفكره، يجي واحد اخر ما عجباتوش يهبطها. دوك في الاخير عندنا احصاء، هذا الاحصاء نشوفوا باللي المواطنين في المنطقه الفلانيه واش قال لك؟ قال لك انا هذا البرنامج يجوز، عندنا في المثال في منطقه فيها 10,000 مواطن ناخذوا الاحصاء وناخذ يعني الرغبه الحقيقيه المواطن ونجسدها في الارض الواقع. وهذا الشيء اللي كنديروه يكون بلغه الشفافيه، هذا الشيء اللي راهو يبحث عليه رئيس الجمهوريه في تجسيد الديمقراطيه الحقيقيه اللي هي الديمقراطيه التشاركيه. عندما نقول الديمقراطيه التشاركيه، منصتنا ليس آلية لدفع الشكاوي، لسنا احنا آلية الدولة لكي نروحوا احنا نجيبوا يعني تشتكي، احنا ما تجيش تشتكي عندنا، احنا تجي تصنع معنا مقترحات. الجزائر الجديدة، احنا عندنا توضع الرأي تاعك، توضع عندنا لا فيزيون تاعك، الاقتراحات. الشكاوي مش عندنا، احنا عندنا الدولة عندها قائمة عن طريق الوسيط الجمهورية، نعم. عن طريق وزارة الداخلية لدينا آليات يعني لا بأس بها لكي تأخذ الشكاوي وتعالجها. احنا عندنا ما تشتكيش، احنا عندنا جي تبني، تجي عندنا دير اقتراحات باش ان شاء الله نتخلى على الشكاوي ونكون شركاء في البنية التحتية للجزائر الجديدة التي كلنا نحلم بها. ولا ننسى لسنا وحدينا في العالم، والعالم بصفة عامة هو يجدد نفسه. هذا هو الشيء اللي احنا رانا نصنعوا فيه. البلدية تاعنا سوف تعطي الفرصة، عندنا 1541 بلدية في القطر الوطني، 58 ولاية، راح تعطي الفرصة. انت ولا كنت تسكن في وهران حبيت تعرف واش صاري في حيدرة، تعبص حيدرة تشوف واش كاين، ولا انت راح حبيت تشوف واش كاين في واد سوف، تعبص القفلة تروح واد سوف تشوف واش كاين، تشوف المواطنين كيفاش راهم يطرحوا الافكار تاعهم. يعني تبادل مفتوح على كل وطننا، والوطن تاعنا هو نعم. بحجم قارة. نعم، ربما في نقطة أخيرة يمكن أن نتحدث عنها. السيد الرئيس دائما ما يؤكد على رقمنة مختلف المجالات، وخاصة هذا المجال لتقريب المواطن أكثر وإدماجه وتحقيق الديمقراطية التشاركية. هذه التكنولوجيات كيف يمكننا من خلالها اليوم يعني الوصول إلى هذا المبتغى؟ شكرا جزيلا، وهو سؤال مهم جدا. باختصار رقمنة القطاع، ما معنى رقمنة القطاع؟ يعني بلغة ليفهمها المواطن. اليوم رقمنة القطاع، وهذه هي نقولها بكل صراحة، هذه حرب قائم بها رئيس الجمهورية. نعم، قالها كم من مرة، سوف أرقمن القطاعات، حبة من حبة وكارهة من كارهة. هذا الشيء اللي يخلينا ويجعل ثقة المواطن اللي هو يفهم هذا الشيء، يجعل ثقته في رئيسنا الجمهورية، لأن نعم. عندما نرقمن يعني دخلنا في الديمقراطية الحقيقية. وشكرا. شكرا لك سيدي على كل هذه النقاط التي تحدثت بها. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا الكرام، إلى موجز أخبار العاشرة. موجز العاشرة، أهلا بكم. بداية، استقبل أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد سالم ولد مرزوق. اللقاء حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لوناس ماجرمان. وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد سالم ولد مرزوق أشاد في تصريح عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية بالعلاقات الجزائرية الموريتانية المتجذرة، مؤكدا حرص الجزائر على الارتقاء بهذه العلاقات وإعطائها دفعا قويا. حصل لي الشرف أن تستقبلني فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد المجيد تبون، وخلال اللقاء
بلغت بخامة الرئيس تحيات أخيه وصديقه بخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد الشيخ العزماني، وكما حملني صاحب الفخامة أن أبلغ تحياته لأخيه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وخلال اللقاء كدليل بخامة الرئيس حرص الجزائر شعبا وحكومة على الدفع بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وهذه فرصة لي أذكر أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين هي علاقات ضاربة في القدم، ولها جذور مبنية على علاقات الدم وعلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين. وأشكركم. كما استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس أيضا نائب الوزير الأول لمجلس شؤون الدولة لجمهورية الصين الشعبية السيد ليو جيوز هونغ. اللقاء حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، وزير السكن والعمران والمدينة طارق بالعريبي، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لوناس ماجرمان. صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين المستشار لدى رئيس الجمهورية السيد بوعلام بوعلام مديرا لديوان رئاسة الجمهورية. بتكليف من رئيس الجمهورية يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف الذي حل مساء أمس بالعاصمة الأوغندية كامبالا في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز المقرر اليوم وغدا، ويندرج انعقاد هذا الاجتماع في إطار التحضير للقمة 19 لحركة عدم الانحياز تحت شعار تعزيز التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك. إلى تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يواصل العدوان الصهيوني الهمجي قصفه لمناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم الثالث بعد المئة بارتكاب المزيد من المجازر في حق الشعب الفلسطيني، مستهدفا فجر اليوم مدينة رفح وخان يونس التي شهدت اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال. كما قصف الاحتلال بطائرة مسيرة مركبة قرب مخيم بلاطة شرق نابلس أسفرت عن عدد من الشهداء والمصابين. أطلقت على إثرها قوات الاحتلال النار على طواقم الإسعاف الهلال الأحمر ومنعتها من الوصول إلى المكان لانتشال الجثث ونقل المصابين. يحدث هذا وسط أنباء تتوقع توصل حركة المقاومة حماس والاحتلال إلى اتفاق يقضي بإدخال الأدوية وشحنة من المساعدات الإنسانية للمدنيين بقطاع غزة، خاصة المناطق الأكثر تضررا، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاجها الأسرى الصهاينة لدى المقاومة. هذا فيما تشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات واعتقالات بكل من مدينة الكرم ومخيمها والخليل وبيت لحم. رياضة الآن. وفي كرة اليد تنطلق اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة النسخة 26 لبطولة إفريقيا للأمم 2024 بمشاركة 16 منتخبا. هذا وسيستهل المنتخب الوطني اليوم مشواره في المنافسة أمام المنتخب الجابوني قبل أن يواجه المنتخب الليبي في الجولة الثانية يوم الجمعة القادم، وذلك ضمن المجموعة الثالثة. في الحدث الكروي الإفريقي كان كوت ديفوار، وعقب مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الأنغولي والتي انتهت بالتعادل بنتيجة هدف لمثله، أكد اللاعبون والطاقم الفني أنهم سيحاولون جاهدين تدارك النتيجة المحققة في المباراة الأولى في باقي مشوار هذه المنافسة.
ليست هي النتيجة التي كنا نأمل تحقيقها. كنا نأمل أن نبدأ بقوة في هذه المنافسة من أجل الظفر بنقاط الطلعات، وكنا نعلم أننا سنواجه منتخبا عنيدا أظهر في السنوات الأخيرة صعوبات في مواجهة منافسيه. سيطرنا على المباراة، استحوذنا على الكرة، خلقنا العديد من الفرص داخل منطقة الخصم، ومن خطأ واحد عدل علينا النتيجة. سيطرنا على المباراة، استحوذنا وخلقنا الكثير من الفرص، ولكن للأسف لم تجسد كلها. في الشوط الثاني ارتكبنا خطأ كلفنا هدف التعادل، هذا يدفعنا للقيام بعمل أكبر في مباراة بوركينا فاسو. الحمد لله وين لعبنا مليح، ربي ما كتبش، ان شاء الله الماتش الجاي ان شاء الله نديروا كل شيء باش نفوزوا. انا مقتنع ولدي كل الثقه بان لدينا منتخبا جيدا، قمنا بالكثير من الاشياء الجيده وسنكون جاهزين لمباراه بوركينا فاسو. الجماهير الجزائريه التي كانت حاضره في ملعب السلام صنعت اجواء حماسيه واستثنائيه طيله اطوار اللقاء، معبره عن دعمها للعناصر الوطنيه طيلة المنافسة. إن شاء الله المقابلة اللي موراها نربحو ونشرفو لالجيري ونجح اليوم ما شاء الله، جابنا بيت كان قريب وجوار الطيرة. المقابلة كانت مليحة، الافتتاح هذا هو دائما يكون صعيب، مازالوا دو ماتش إن شاء الله نعودوا فيهم بقوة. خاطي حنا الماتش الأول ما نقدروش نحكموا عليه، الماتش الأول ديما يجي صعيب. هذا واش كتب ربي هني الماتش دوزيام إن شاء الله يكون ماتش مليح، نربحو ونتكاليفاو إن شاء الله. إن شاء الله تكاليفاو لا فينا إن شاء الله بربي إن شاء الله، ما تقلقوا رواحكم. رانا اجواء افريقيه كعارف، الواحد كيلعب افريقيا دائما شي بريمي ماتش هكايا، وما زالت لنا المقابله الثانيه والثالثه ان شاء الله بربي. وبخصوص نتائج مباريات اليوم الرابع من المنافسة الإفريقية، فاز منتخب بوركينا فاسو بهدف دون رد أمام منتخب موريتانيا، فيما انتصر منتخب ناميبيا على المنتخب التونسي بنتيجة 2-0، في حين تغلب سهرة أمس منتخب مالي على منتخب جنوب إفريقيا 2-2. نهاية الموجز، شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، في أمان الله. تحية مجددة مشاهدينا الكرام لكل من التحق بنا اللحظة، وفي هذه الفقرة استعرض مؤخرا قطاع البحث العلمي والتعليم العالي إنجازات مسجلة في المجال البحثي والابتكاري، وكذا عدد المجلات المصنفة. للخوض في أرقام والحصيلة المحققة نسعد باستضافة الدكتور جمال مراد، مدير حاضنة أعمال المدرسة المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والتعمير. صباح الخير سيدي. صباح الخير، شكرا للاستضافة. نعم، في البداية يعني لو تضعنا في صورة هذه الحصيلة والأرقام المسجلة. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا مرة أخرى على الاستضافة التي نراها جد هامة في إطار هذا المسار الجديد الذي تخطوه الجزائر. الجانب الإعلامي قلنا دائما أنه مهم جدا من أجل إيضاح الصورة الحقيقية للنتائج المحققة خلال كل فترة. نعم، في البداية على المستوى العام، يعني مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، هذه النشاطات التي تندرج ضمن القرار الذي أصبح معروفا قرار 1275 والقرار الوزاري الذي أطار فكرة المؤسسات الناشئة، ريادة الأعمال واقتصاد المعرفة. كانت الفكرة انطلقت بهذا الشكل خلال السنة الماضية، السنة الجامعية الماضية. اليوم بعد سنة من التجربة هذه نقولوا بلي كاين حصيلة جد إيجابية. ما نقولوش هذا لأنه رانا في الجامعة، ولكن الأمر أصبح واضح للعيان. كاين هناك حركية مهمة جدا ومشهودة، ثم أنه
كاين هناك شبكه من العلاقات راهي شيئا فشيئا تاخذ شكلها الايجابي. ثم هناك الفاعلين اللي كنا دائما ننتظرهم، الفاعلين الاقتصاديين الاجتماعيين ومختلف الشركاء، اليوم اصبحوا شيئا فشيئا يتقربوا معنا من اجل اشراكهم في هذا المسار. وفي الاخير كل ما هو انجازات على المستوى الشكلي والاداري من حيث القوانين والتحفيزات ليوم عن يوم تاخذ بعين الاعتبار حاجيات هذا المسار. طيب يعني الان نخوض في هذه الارقام المسجله في كل يعني المجالات. اذا كان نتكلم على المدرسه المدادية للتقنيه الهندسه المعماريه والتعمير، احنا السنه الماضيه كنا سجلنا حوالي 20 مشروع كسجل اولي، انطلقنا في مرافقه هذه المشاريع. كان هناك عمل تحسيسي وعمل تدريبي، لانه في المجال رياده الاعمال ما نقولوش تكوين اكثر ما هو تدريب، يعني من اجل أن الطالب يكتسب مهارات ويكتسب معارف جديده من اجل التمكن من وضع الفكره في محل تجسيد ووضع الفكره في السوق. هذا الشيء يحتاج الى مهارات اضافيه للمهارات ولا ربما التكوين اللي كانت حصل عليه التكوين الجامعي. وهذا هو ربما شيء اللي يميز هذا المسار في هذه المرحله. السنه الماضيه الحمد لله حتى خلال بدايه السنه هذه الجامعيه كنا اتممنا يعني مرافقه 13 مشروع. من خلالها كنا تقدمنا طلب براءه اختراع 9 مشاريع وربع مشاريع جازت في اطار طلب براءه طلب لابل واسم لابل لدى وزاره اقتصاد المعرفه. هناك لجنه مختصه في هذا المجال. اذا عندنا 13 مشروع. هذيك السنه الاولى كان تدريب ومرافقه من اجل ايجاد الشكل المناسب لكل مشروع. ثم السنه هذه سنه ثانيه من المرافقه وين رانا نهتموا بتجسيد هذه المشاريع ووضعها على السكه في مسارها في السوق، يعني من اجل باش تكون مشاريع قابله للانطلاق تجسيد. نعم ايضا يعني لما نتحدث هنا عن هذه المشاريع نتحدث عن التنميه الاقتصاديه، اي مساهمه واي دور للجامعه الجزائريه اليوم في الدفع بعجله التنميه والعجله الاقتصاديه؟ نعم، احنا كما يشهد كل العالم على كل حال الجامعة هي في كل العالم في كل الدول التي تسمي نفسها متطورة هي الجامعة هي القاطرة وهي المحرك وهي الأساس، لأنه بكل بساطة اليوم العالم بتكنولوجياته وبكل تحدياته الديموغرافية والمناخية وجيوسياسية لا 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 مفر ولا مناص من إقحام الجامعة كفكر وكمفهوم وكأسلوب وكمسار. اليوم احنا الحمد لله خلال السنوات الأخيرة الجامعة بدأت تأخذ هذه المكانة التي كان من المفترض أنها تكون فيها منذ وقت. الحمد لله اليوم احنا بدينا نتعرفوا على السوق، بدينا نتعرفوا على تحديات العالم الخارجي خارج أسوار الجامعة، والسوق بدا يتعرف علينا كذلك، لأنه بدا يطمئن، لأنه الجامعة بالفعل تقدر تخوذ هذا المسار، والجامعة ليست فقط مجرد نظريات وأفكار توضع في الأدراج في إنما هي خلاقة للمشاريع والابتكارات. نعم، هذا شيء مهم جدا، ربما إذا كنا تكلمنا على الحصيلة، ربما يمكن أن نضيف كذلك فقط بالنسبة للمدرسة المتعددة لتقنية الهندسة المعمارية والتعمير، وما يقال على المدرسة العليا التعمير يقال على مختلف المؤسسات الجامعية. خلال السنة الماضية بكل يعني إذا كان ربما نمد رقم للنشاطات اللي كانت قدمت كورشات عمل، أيام تحسيسية، أيام مفتوحة، لقاءات مع شركاء اقتصاديين واجتماعيين، كنا نضمنا حوالي 29 نشاط. كي نقولوا نشاط معناتها في مختلف أشكال، وهذا يعطي ربما انطباع ويعطي ربما الصورة على ما تقدمه الجامعة والانطلاقة الحقيقية التي تسعى من أجل تجسيدها في الميدان.
نعم، وأيضا يعني اليوم سياسة الجزائر تسعى دائما لخلق نسيج اقتصادي أساسه يعني المشاريع، يعني المشاريع والمؤسسات التي تكون مشاريعها هي مشاريع مذكرات تخرج، يعني الاستثمار في الكفاءة الجزائرية. نعم بالفعل، احنا كما هو معروف كانت نهاية المسار الجامعي ينتهي بالحصول على الشهادة، والبقية كل واحد يشوف كيفاش، كما نقولوا بالدارجة كل واحد يسلك روحه. اليوم الحمد لله أنا من هذا المنبر وعلى ضوء السؤال اللي تفضلتي به أدعو كل الأولياء، لأنه نعرفوا احنا في الجزائر الأسرة كلها تشارك في مرافقة الفرد اللي يكون شاب في الأسرة، في مرافقته في مساره المهني كما ترافقه في المسار العلمي. نعم، وعلى هذا احنا ربما كما كنا دائما ندير تحسيس على مستوى الجامعة، اليوم نحاول كذلك ندير تحسيس على مستوى الأسرة الجزائرية والعائلة الجزائرية والأب والأم الجزائريين، نقول لهم بلي الجامعة هي مكان اليوم ليس فقط للتكوين وإنما للمرافقة ما بعد التكوين، وهذا شيء مهم جدا. اليوم احنا في مسار التدريب اللي نقدموه في عده مواضيع، نقولوا مثلا تخص الملكيه الفكريه والصناعيه، تخص طريقه بناء الفكره، تنميه الفكره، تحويل الفكره الى مشروع. الطالب اليوم عنده فرصه باش يلتقي بالشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين. احنا ليس ببعيد عنا اسبوع ولا 10 ايام كنا تلاقينا بالمناسبه نقدم لهم الشكر والتحيه، الأستاذ بالخير وليد والأستاذ قسوم سهيل، هادو يعتبروا خبراء اقتصاديين بالنسبة لنا احنا، لأنه كانت عندهم تجارب رائدة في أمريكا وفي بعض الدول الأخرى الأجنبية، وكان عندهم ابتكارات ومشاريع مبتكرة في مؤسساتهم اللي أنشأوها. اليوم الحمد لله هادو فقط مثال أعطيناه فقط وليس ببعيد، باش نقولوا باللي حتى الخبرات الجزائرية اليوم راهي تتوافد على الجامعة الجزائرية، بما أن الجامعة الجزائرية وفرت هذاك الجو المناسب. الآن عندنا الشركة الاجتماعية اللي راه موجود اليوم في الجزائر ويعرف مليح السوق، احنا نحتاج هذه المعرفة باش نتبناوها كانشغالات نخدموا عليها في الإطار البحثي. الشركة الاجتماعية يستفيد عوض لي عوضا أنه يستورد التكنولوجيا بمبالغ كبيرة. اليوم التكنولوجيا راه موجودة عندنا حاليا، معناتها نقدروا نفتحوا مشاريع مشتركه، ثم هو يعرف مليح السوق وحنايا كذلك نستفيد من معرفه سوق الشركة الاقتصادي والاجتماعي حتى نطوروا برامجنا البحثيه ونطوروا العمل اللي يخص رياده الاعمال. نعم، دائما في مجال رياده الاعمال، ماذا عن التدابير والتحضيرات التي وضعت لانجاح ربما برنامج المؤسسات الناشئه والمشاريع المبتكره ايضا؟ هناك عدة تدابير، قلنا احنا من حيث الجانب البيداغوجي والجانب يعني النشاط الجامعي هناك تدابير عديدة تكلمنا على بعضها، كمثال كنا ذكرنا كل ما هو تدريب ومرافقة. ثم هناك الجانب حتى قلنا المرافقة تتوزع على سنتين، السنة الأولى هي تخص بدرجة أولى التحسيس ثم التدريب، لأن التحسيس يخص كل طلبة الجامعيين وتدريب يخص طلبة المعنيين بحاملي أفكار وحاملي مشاريع. ثم الباب مفتوح لغير ذلك، لأنه اليوم هناك حاضنة الأعمال اللي تتكفل بكل ما هو مشاريع مبتكرة، تقدر تروح براءة اختراع، تقدر تروح مؤسسة ناشئة. ثم هناك المؤسسات المصغرة حتى اللي ما عندوش مشروع مبتكر، عنده فقط مؤسسة معروفة مثلا كما احنا عندنا مكتب دراسات، ولا مثلا مكتب يخدم كل ما هو ديكور، يخدم كل ما هو مثلا تهيئه المدن، ولا مثلا عنده تخصص معين، يقدر يفتح مؤسسه مصغره. اليوم عندنا حاضنه الاعمال وعندنا مركز الدعم وتطوير المقاولاتيه الذي يرافق كل ما هو مشاريع مصغره. نعم. ثم عندنا مركز لوكاتي، لو سونتر دابوي على التكنولوجي على انوفاسيون، مركز دعم الابتكار، وهذا المركز هو متعلق بالمعهد الوطني للملكيه الصناعيه. دونك هذا المركز كذلك هو يشتغل على كل ما هو التكوين ومرافقه من اجل
طلبات براءة الاختراع، وعن الهيئة الرابعة هي مكتب الربط بين الجامعة والشركة الاجتماعي. عندنا أربع مؤسسات نقول مصغرة داخل المؤسسة الجامعية، كلها هذه تعمل على المضي قدما في إطار هذا البرنامج. ثم هناك تحفيزات الجبائية وكل ما يخص تحفيز المؤسسات الناشئة من الناحية القانونية، باش يكون عندها دعم قانوني في المجال السوق يعني. جميل. يعني بحديثك عن كل هذه الأجهزة المرافقة للمشاريع وللمواضيع الابتكارية للطلبة، ما هي الآليات؟ يعني كيف ترافقون هذه المشاريع وكيف ترافقون الطلبة؟ نعم، احنا ننطلق من تحسيس. تحسيس بالنسبة للطلبة اللي ربما راح يتوجهوا لحاضنة الأعمال، ولا طلبة اللي يتوجهوا لمركز دعم المقاولات إنشاء مؤسسة مصغرة. التحسيس يشمل كل طلبة، والتحسيس هو متواصل، وجزء من التحسيس هو العمل الإعلامي على كل حال، وكل ما هو أيام تحسيسية ولقاءات مع شركاء اجتماعيين وعرض تجارب ناجحة إلى آخره. كذلك هناك بالنسبة للتحسيس، كذلك هناك النشاطات اللي تكون بين الجامعات، بين المؤسسة الجامعية. اليوم احنا مثلا المدرسة العليا للهندسة المعمارية والتعمير تحتاج الخبرات من جامعة باب زوار، لأنه يعني فيها مواد البناء، فيها الميكانيك، فيها الإلكترونيك، فيها كل هذه التخصصات نحتاجها احنا في المدرسة العليا للهندسة المعمارية. كذلك نحتاج التعامل مع المدرسة العليا للاغرونومي، دونك الفلاحة، كذلك البوليتكنيك قدامنا راهي في الحراش. دونك كل تخصص له تخصصات أخرى مرافقة، وهذا يفتح مجال للتعامل بين المؤسسات الجامعية. هذه تدخل في إطار تحسيس كذلك، يكون فيها معارض مشتركة إلى آخره. بالإضافة إلى التحسيس هناك التدريب والتكوين في مواد مختلفة، نلحقوا بعض الأحيان حتى الجوانب التسويقية والمالية. هكذا على الأقل تكون كمعارف أولية باش يقدر الطالب مستقبلا يستطيع الولوج إلى عالم السوق والعالم الاقتصادي. ثم هناك في السنة الثانية ما يسمى الدوميسيلياسيون، التوطين. حتى الحامل المشروع عنده إعادة تسجيل بعد السنة الخامسة، إعادة تسجيل لسنة أخرى توفر له إمكانيات الحصول على حتى على إقامة جامعية وبعض الامتيازات الجامعية، لأنه تكون عنده سنة إضافية، يكون معنا موجود ويكون عنده حتى فضاء على مستوى مقر المدرسة ولا الجامعة، وهذا شيء موجود عندنا احنا حاليا. نعم. عندنا ثلاث طلبات للتوطين ورانا نحضر لهم في المكان اللي يصبحوا يشتغلوا فيه داخل الجامعة بعد ما كملوا السنة الجامعية تاعهم السنة الماضية. راهم دوكا مهندسين معماريين، مازالهم يكملوا في المشاريع تاعهم على مستوى المدرسة. نعم، أيضا ربما هنا في هذه النقطة حتى الشريك الاقتصادي يكون له دور في هذه المرافقة. نعم، الشريك الاقتصادي له دور كبير جدا. احنا اليوم مرة أخرى ندعو من هذا المنبر كل الشركاء الاقتصاديين ونقول لهم اليوم توفر الجامعة لكم كل ما هو منتوج علمي. احنا عندنا معارف ودراسات موجودة متاحة نقدروا نوفروها لهم. ثم نقدروا احنا حاليا رانا نحضروا في جلسات حتى بالنسبة لوزارة التعليم العالي، كانت مدة توجيه على أساس يكون فيه ما يسمى مقهى الأعمال. مقهى الأعمال يكون فيه جلسات هكذا يحضر فيها الجامعيين ويحضر فيها شركاء الاقتصاديين الاجتماعيين، تكون على مستوى الجامعات. على مستوى الجامعات. إذا اليوم احنا كل المؤسسات والشركات والمؤسسات الاقتصادية هي مدعوة اليوم من أجل باش تحضر معنا. احنا كانوا يحضروا معنا حتى بالنسبة لمناقشة المشاريع يحضروا معنا مؤسسات الاقتصادية الاجتماعية، وهذا شرط في المناقشة. لازم يكون في لجنة المناقشة يكون حاضرين ممثلين الشركاء الاقتصاديين، والحمد لله كانوا معنا حاضرين. ولا أفشيكم سرا أنه كان بعض الشركاء الاقتصاديين كانوا طلبوا منا، قالوا لنا هذو المشاريع خلوه منا لنا، كان مازال ما خلصش المناقشة. مثل ماذا يعني؟ مشروع مثلا نعطيكم فقط مثال. نعم. ربما ما نقدرش ندخلوا في التفاصيل لأنه رانا معهم
تفكير في هكذا تكوين شراكة، ولكن هو موضوع يخص مواد البناء. احنا عندنا الماتيريو تاير الطين، البناء بالطين هو امر عندنا موجود يعني خاصة في الصحراء الجزائرية، كاين مباني وقصور بنيت بالطين. اليوم احنا رانا نحاولوا نسترجعوا هذا مادة البناء بطرق حديثة. المقترح اللي كان تقدم به فريق من الطلبة هو إعادة تحديث هذه مادة البناء باش تكون ما تبانش مادة بناء تاع الفقراء ولا الناس اللي ما عندهمش ولا كذا، وإنما تكون مادة حديثة يعني تكون في شكل قوالب، ويكون عندها الواجهة تاعها تكون نوعا ما ملساء وتكون عندها طابع جمالي، بالإضافة إلى تقوية هذه المادة، وين نقدروا نطلعوا في طوابق مثلا ربما تكون طوابق أكبر من ما كان هو متاح من قبل. هذا فقط كمثال، ونقول لك يعني قبل ما تنطلق المناقشة الشريك الاقتصادي قال ربما راه يسمع فينا نوجه له تحية اليوم، كان طلب مني قال لي أنا أفضل أنه ما تعارضوش كلش في المناقشة، لأنه كاين بعض الأشياء مادابيا بعد إذا كان ندخلوا في شراكة نخليوهم حتى نمشيو في المشروع، باش نقولوا باللي كاين كثير من الأفكار اليوم. المجال أنا أوجه كذلك أغتنم الفرصة أوجه نداء للطلبة، كاين كثير من الأفكار متاحة اليوم في المجتمع الجزائري، لأنه السوق راهي تحتاج لكثير من الاجتهاد وكثير من العمل وكثير من الأفكار الرائدة والمبدعة. احنا ما عندناش منافسة كبيرة بما أنه أنا في البداية، وعلى هذا أوجه نداء للطلبة وكل من هو راه حاضر معنا اليوم في هذه الجلسة الطيبة أنه لا يتردد في الالتحاق بهذا المسار، لأنه البداية ربما تكون فيها نوع من السهولة ومن بعد تولي منافسة. احنا كان عندنا تكلمنا على 20 مشروع، خرجنا منهم لحد الآن حوالي 70-80% من المشاريع. اليوم سجلنا 48 مشروع، رانا تقريب 50 مشروع على مستوى المدرسة العليا المتعددة التقنيات الهندسة المعمارية والتعمير. عندنا 28 طالب، كي نقولوا مشروع معناتها كاين مشروع فيه طالبين 3-4، وكاين طلبة من خارج المؤسسة، وهذا حاجة جديدة ربما في هذا المسار. يقدر كل فريق يكون فيه طلبة من المدرسة العليا المتعددة التقنيات الهندسة المعمارية، ويكون فيه من جامعة باب الزوار، من جامعة بومرداس، من جامعة أدرار، من كل الجامعات، من كل مؤسسة الجامعية، وعلى اختلاف الأطوار، يقدر يكون سنة أولى جامعية، يقدر سنة خمسة ولا سنة رابعة. كل هذول راهم يشكلوا في الفرق تاعهم، وإن شاء الله خلال الأيام المقبلة راح ننطلقوا في عملية التدريب. نعم إن شاء الله. إذا يعني من كل هذا إلى أي مدى هو مهم يعني الشراكة بين قطاع التعليم العالي، الجامعة والمؤسسات الاقتصادية لبناء اقتصاد وطني أساسه البحث العلمي؟ احنا نقولوا لا مفر ولا مناص ولا مهرب، ولكن ما نزيدوا كلمة واحدة أخرى باش نأكدوا أنه هذا ما صار مطلوب ومفروض. أنا كنت قلت في مرة أنه بالنسبة للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين هذا حق وواجب. أنت من حقك أنه تستفيد من خبرات الجامعة، وواجب أنك تساهم في إطلاق وتحرير الجامعة الجزائرية. أنا أغتنم الفرصة وأقول أنه هذا بدون شعبوية ولا بدون، لأنه إحنا لغة الشارع نعرفوها، إحنا ناس عايشين في المجتمع الجزائري، والناس اللي ربما عندهم شك وعندهم تخوف حبوا ما يساهموش ما يساهموش ماشي مشكل، إحنا القطار مشى والإنجازات تتحقق، وكل يوم رانا نتأكدوا أنه هذا المسار هو المسار الحقيقي والسليم. كنت تكلمت على الخبير الاقتصادي الأستاذ بالخير، كان تكلمنا على التجربة اللي خاضها في أمريكا، هما كانوا يخدموا على هذاك السكانر فوتوكوبي، كان عندهم مشروع خضع الاكسكلوزيفيتي في كاع المكان اللي كانوا يشتغلوا فيه، مع انه هو جزائري ودار مبادراته الخاصه. هو تخرج من جامعه باب الزوار واستن فيزيسيان ودار فيزيك، نوجه له تحيه مره اخرى من هذا المنبر. يحكي لنا على التجربه تاعهم، قال لك رياده الاعمال والمشاريع المبتكره هي الاساس في نهوض الاقتصاد. غادي نتكلموا على الدول اللي راهي رائده في المجال الاقتصادي. إذا اليوم كي نقولوا الجامعة هي القاطرة ماهوش كلام هكذا شعباوي ولا، هو بالفعل ضرورة حتمية. واليوم أنا نشوفوا تحديات جيوسياسية ماهوش اختيار، اليوم لازم علينا نرافقوا الجامعة
والجامعه لازم عليها انها ترافق الاقتصاد، نعم، نعم، تكون شريك مهم ورقم يعني مهم في العجله الاقتصاديه. ايضا قطاع التعليم العالي تبنى استراتيجيه تصب في مرافقه المبتكرين وفي تصنيع وتسويق منتجاتهم، يعني لو توضح لنا هذه الاستراتيجيه. نعم، احنا الان كنا تكلمنا قلنا باللي قطاع التعليم العالي كان وفر ثلاث مسارات من اجل وضع الافكار المبتكره في السوق. يعني المسار الاول هو مسار للابتكار وبراءه الاختراع، ومعروف انه ببراءه الاختراع يقدر الطالب ولا حامل المشروع ان يتوجه الى الشريك الاقتصادي والاجتماعي ويفتح قنوات تسويقيه معه. يقدر كاين المسار الثاني هو مسار المؤسسات الناشئه. مسار المؤسسات الناشئه ينطلق من بلوره المشروع والتقدم بطلب واسم لابل. واسم لابل بعد الحصول عليه هناك تحفيزات مختلفه يتحصل عليها حامل المشروع. وهناك المسار الثالث اللي كنا تكلمنا عليه وهو مسار مؤسسات المصغره. الان كل من يريد الولوج الى عالم رياده الاعمال له ثلاث مسارات. المسار الاول هو مسار براءه الاختراع، المسار الثاني هو المؤسسه الناشئه، والمسار الثالث هو مسار المؤسسه المصغره. اذا المجال متاح للجميع والمرافقه موجوده. الشريك الاجتماعي راهو يتقرب منا اليوم، حتى المشاريع اللي رانا هذه 48 مشروع مثلا، هاد الايام رانا نسعى باش نبرمجوا لقاء مع الشركاء الاجتماعيين والشركاء الجامعيين من اجل ان نعيد ترتيب المواضيع وفق ما يحتاجه ما تحتاجه السوق. كل هذه الظروف وكل هذه التحفيزات وكل هذه الوسائل اللي رانا نحاولوا نوفرها من اجل ضمان نجاح المشاريع في المستقبل. نعم، ما هي ربما لو تضعنا ربما في صورة تقريبية عن مجالات هذه المشاريع؟ إذا كانت تكلموا مثلا عن المشاريع اللي سواء اللي كانت السنة الماضية ولا المشاريع المقترحة السنة هذه، كما احنا مثلا بالنسبة للمدرسة العليا للهندسة المعمارية والتعمير، هناك مشاريع اللي تخص بالأساس مواد البناء. مواد البناء هناك مواد بناء نقولوا قديمة تحتاج إلى تحديث، وهي ميزة المواد البناء القديمة التي نسعى إلى تحديثها هو الوفرة، هي موجودة. مثلا نتكلم على العمارة الطينية، العمارة الطينية المادة الأساسية هي الطين وهو موجود. علشان نروح نستورد مواد بناء أخرى باش ما نذكروش الأسماء بمبالغ باهظة وتكون كلفة البناء عالية جدا، مع أنه المادة الأولية الأساسية موجودة عندي. نسعى الى تطوير مواد البناء، ثم هناك مواد بناء حديثه وجديده. هذيك عوضا اللي عوضا انه نستوردها، نسعى الى تطويرها في السوق المحليه. ثم هناك كل ما هو الطاقه، ترشيد الطاقه، ترشيد استهلاك الطاقه. هناك كل ما هو تسيير المدن طريقه حديثه. هناك كل ما هو برمجيات اللي تخص تخطيط المشاريع و تسيير المدن والبرمجيات اللي تخص حتى مرافقة المشروع من بداية يكون مخطط إلى مسار البناء، ثم إلى حتى المبنى كيفاش نقدر نسير المبنى بطريقة حديثة رقمية. هناك فرق تشتغل على جانب البرمجيات كذلك. هناك مواضيع عديدة والمواضيع تتجدد وتتغير وفق معرفتنا لحاجيات السوق وحاجيات المجتمع الجزائري، ثم وفق رؤية شاملة تخص حتى الجانب الابتكاري والجانب البحثي. نعم، يعني حتى عامل التكنولوجيا والتطورات الرقمية التي يعرفها العالم اليوم والجزائر أيضا في توجهها نحو رقمنة يعني مختلف المجالات، يعني تلعب دورا مهما في هذه المعادلة. نعم أكيد، احنا اليوم اذا كان نتكلموا على جانب البناء والتعمير، نشوفوا باللي مازال نبنيو بالطريقه الكلاسيكيه، والشيء المؤسف اكثر من هذا انه نعيشوا داخل المبنى بالطريقه الكلاسيكيه. المشكل انه فرض علينا طابع بناء معين اليوم رانا نعيشوا فيه وكانه قدر محتوم. مش مطلوب منا انه نعيشوا في مبنى ما نش حابين نعيشوا فيه، لانه كاين حلول وكاين وسائل اخرى من اجل
توفير الجو الحسن لفضاء ملائم للسكن وللشغل ولكل الأشياء الأخرى. ربما التقنيات الحديثة من بينها التقنيات الرقمية هي موجودة اليوم، وإحنا في الجامعات كثير من المؤسسات الجامعية تدرسها وتشتغل عليها وكاين بحوث فيها، نقدر نطور هذه التقنيات لصالح المجتمع وتلبية لحاجيات المجتمع. نعم، شكرا لك أستاذ على كل هذه التفاصيل التي تحدثتم بها بهذا الخصوص. بارك الله فيك، شكرا مرة أخرى على الاستضافة. نعم، إذا مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل بقية فقراتنا لهذا الصباح. نلتقي مع نهاية كل أسبوع لنرصد أبرز الأحداث الدولية، ومن قلب الحدث رفقة خبراء ومحللين من مختلف عواصم العالم نفتح التحليل والنقاش. في قلب الأحداث برنامجكم الدولي على إخبارية التلفزيون الجزائري. معي أنا بدر الدين عباس. في قلب الأحداث كل جمعة في 9 على القناة 3 الإخبارية. موضوعنا لهذا اليوم سنتحدث فيه عن السيرة وعن البعد الاستراتيجي في فقه السيرة، كيف نقرأ هذه السيرة؟ بعد الكتابة التاريخية كان هناك كتابات أخرى تميزت بالتحليل، فيجب أن نقول بأن لكل عصر احتياجات ولكل عصر قراءات يجب أن يقرأها علماء ذلك العصر. أبعاد الجمعة في 2 زوالا على القناة 3 الإخبارية. إذن مشاهدينا الكرام وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا الصباح، الحصاد الرياضي رفقة الزميل وليد غريبية. صباح الخير وليد. صباح النور رتيبة، صباح الأنوار للسادة المشاهدين، أهلا بكم إلى الصباح الرياضي والمستهل بآخر مستجدات كأس أمم إفريقيا، لكن هذه المرة على غير العادة المستهل بكأس أمم إفريقيا لكرة اليد، حيث انتهت قبل قليل المباراة الافتتاحية للمنتخب الوطني أمام نظيره الغابوني، والتي عرفت فوز المنتخب الوطني بنتيجة 31 نقطة مقابل 29 في أولى مباريات البطولة وأولى مباريات المجموعة الرابعة. وللمزيد من التفاصيل نربط الاتصال بمفادة التلفزيون الجزائري إلى القاهرة، زميل توفيق دربال. توفيق صباح الخير أولا، إذا كيف جرت أطوار المباراة بين المنتخب الوطني ونظيره الغابوني؟ مبروك للمنتخب الجزائري، أجواء المباراة كانت في صالح المنتخب الجزائري، لكن صعوبة نوعا ما خاصة في بداية الشوط الثاني، حيث لعب المنتخب الجزائري ومر بفترة فراغ كبيرة طيلة 5 دقائق لم يسجل أي هدف، لكن بعد ذلك سير المباراة لصالحه وأنهى المباراة بفارق 4 أهداف 31 مقابل 27. بداية اللقاء كانت قوية للمنتخب الجزائري، وصل الفارق حتى 6 أهداف 7 أهداف، لكن الشوط الأول انتهى لصالح المنتخب الجزائري دائما أمام المنتخب الغابوني 16 مقابل 12. تراجع مستوى في بداية الشوط الثاني لكن أنهاه بقوة، وفوز مهم جدا في بداية منافسة رسمية. معنا المدرب الوطني فاروق أدهيلي الذي يلخص لنا فنيا المباراة كيف جرت، وعني أول فوز للمنتخب الجزائري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على الفوز هذا. شفت المباراة، يعني فريق الغابون فريق لا يستهن به، وفريق يعني اللي ما يطلقش يعني يلعب كل أريحية ومع يلعب دون ضغط، وكون تطلق معه يديك شوية يعرف يرجع لك في المباراة. صارت هناك أخطاء فردية يعني دفاعيا وهجوميا، كانت في عدة إخفاقات. في العموم الحمد لله هذه أول مباراة ولعبنا يعني في وقت مبكر، ما موالفينش نلعبوا في التوقيت هذا مع فريق قوي. الحمد لله، هو المهم اليوم هو الفوز، الحصول على النقاط. فيه بعض الاخطاء اللي نزيدو نصلحو دفاعيه، اكيد اكيد الاخطاء راح تكون، كنا هذا شيء مستوى الدائره يعني الدائره يعني المباراه في العموم صارت اخطاء كما قلت لك فرديه،
بصح هذه الاخطاء نتداركوها ان شاء الله في المباراه الجايه. المباراه الجايه امام المنتخب الليبي. امام المنتخب الليبي، والمباراه هذه كما يقول لك احنا المهم ذهنيا كنا حاضرين. لو باساج افيد اللي صرا يعني تاخرنا شويه، بعد رجعنا اون فورس ونحكمنا بزمام الامور، وحتى كي غيروا لنا طريقه الدفاع تاعهم الى 3-2-1 و5-1 غيرنا يعني من الحلول التكتيكيه قينا حلول. المهم الفوز فاروق في المباراه الثانيه امام المنتخب الليبي، كيف تشوفها كيفاش تحضر لها؟ شوف اهم شيء راح نمشي مباراه مباراه، اليوم اهم شيء الفوز، فيه الاشياء السلبيه نشتغلوا عليها، ورانا من الحين رانا في مباراه ليبيا رايحين الجزائري. اكيد اكيد مع كل هذا احنا دوك رايحين ندافعوا على الالوان الوطنيه مع الفريق الشقيق الليبي، احنا همنا الوحيد هو الظفر بنقاط المباراه ويقعد التركيز كامل، ولازم يكون يعني نمد اهميه كبيره للتركيز النفسي. ان شاء الله حظ موفق كوتش، ان شاء الله المباراه الثانيه الفوز امام المنتخب الليبي. اذا المنتخب الجزائري حقق الاهم في انتظار امام ليبيا ثم المغرب وتصدى المجموعه، لتذكير انه حس صدوق مصطفى كان احسن لاعب في هذه المباراه، اختير كاحسن لاعب من خلال من قبل المنظمين والتحكيم كذلك. كذلك توفيق دربال مفرد التلفزيون الجزائري، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا جزيلا لك. إذن هنيئا للمنتخب الوطني هذا الفوز، وهنيئا للاعب المنتخب الوطني مصطفى حاج صدوق اختياره للقب رجل المباراة. إذن ذكر أن المنتخب الوطني سيواجه نظيره الليبي يوم الجمعة المقبل أو يوم الجمعة بداية من الساعة 5 مساء، ثم المباراة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الرابعة ستكون يوم الأحد أمام المنتخب المغربي بداية من الساعة 7 مساء. حظ أوفر إذن للمنتخب الوطني لكرة اليد. ومن كرة اليد إلى كرة القدم وآخر مستجدات كأس أمم إفريقيا الجارية وقائعها بكوديفوار، لكن بعد هذا الفاصل. دائما مع مجريات الجولة الأولى لدور المجموعات لمنافسة كأس أمم إفريقيا، حيث وفي ثاني مباراة للمجموعة الرابعة التي تضم المنتخب الوطني، فاز أمس المنتخب البوركينابي على نظيره الموريتانية يوم السبت المقبل بداية من الساعة 3 مساء بتوقيت الجزائر. وعن المجموعة الخامسة، فاز أمس المنتخب الناميبي على نظيره التونسي بهدف دون رد في المباراة. المنتخب الناميبي أول فوز في تاريخه في المشاركة الثالثة له في كأس أمم إفريقيا أمام المنتخب التونسي. وعن ذات المجموعة وبنفس الملعب، فاز المنتخب المالي على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين دون المنتخب التونسي والجنوب إفريقي دون رصيد. إذن نتائج المباريات الأمس كانت على النحو التالي: منتخب البوركينابي فاز على نظيره الموريتاني بهدف دون رد، وبنفس النتيجة فاز المنتخب التونسي على نظيره الناميبي عفوا على نظيره التونسي بهدف دون رد. ثم في المباراة الثالثة عرفت فوز المنتخب المالي على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين دون رد. هذا وتستكمل مباريات الجولة الأولى عند دور المجموعات مساء اليوم بإجراء مباراتي المجموعة الثالثة، حيث يواجه المنتخب المغربي نظيره التنزاني بداية من الساعة 6، ثم المنتخب الزامبي يواجه منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية عفوا بداية من الساعة 9 مساء. دائما مع أجواء الكان وبعيدا عن أجواء المنافسة ورغم نقص إمكانياتها، إلا أن أكاديمية أميون لكرة القدم تعمل على تكوين وتدريب العناصر الشابة والمواهب الشابة لصنع النجوم المستقبلية. المزيد في هذا البورتري لسفيان مهني. Nous allons commencer l'échauffement. Après l'échauffement, on va faire de la coordination. Et après, on fera un petit jeu de conservation. الرجال يظهرون وقت الشدائد. شعار هؤلاء الأطفال ومدربهم. نجوم كثيرون تخرجوا من هذه المدارس وغادروا القارات الإفريقية ليستعوا في أكبر الدوريات العالمية.
أمر حفز الصغار للالتحاق بهذه المدارس رغم نقص الإمكانات. لا نملك كرة كثيرة والإمكانيات قليلة. رغم هذا كوننا لاعبين كبار، أشهرهم تراوري بيني الذي ينشط بأوروبا. مدرسة أميان في مدينة بواكي واحدة من بين المدارس التي تلقن اللاعبين أبجديات المستديرة. تضم 40 لاعبا من مختلف الفئات العمرية. أبي وأمي رفضا في البداية هذه الفكرة ظنا منهما بأن الكرة سوف تبعدني عن الدراسة، لكنها أثبتت العكس، وبفضل كرة القدم تحصلت على البكالوريا لأني كنت شخصا كسولا قبل هذا. أكتسب تقنيات جديدة في كرة القدم، أتطور اجتماعيا بفضل المستديرة، أتعلم المراوغات، التمريرات، وأتعلم أيضا كيفية التسديد. رغم قساوة المناخ والظروف المعيشية إلا أن أطفال بواكي كلهم عزم وإرادة للانضمام إلى أعلق المدارس والأندية. إلى هنا مشاهدينا نطوي أوراقنا الرياضية لهذه الصباحة، شكرا لكم على كرم المتابعة وعودة إلى رتبة. نعم، وبالحصاد الرياضي وليد نطوي ملفاتنا لهذا الصباح. تقبلوا تحياتنا وتحيات الفريق التقني والتحرير. السلام عليكم.